الفل والخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد إن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا بإذن الرحمن، وبداية حلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وإن شاء الله الويكند اللي جاي يكون برضو ويكند سعيد، يعني سعيد علينا كلنا إن شاء الله. فرصة اللي من حضراتكم عنده يعني مساحة إن هو يلحق له غطسين في الأيام الحر اللي إحنا لسه بنشهدها دي، يعني يا ريت يعمل كده. أهلا بكل حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة، وطبعا كالعادة حلقة مليانة موضوعات كتير ومليانة كمان أخبار ومستجدات اكيد هنحب نعرفها لكل حضراتكم. صباح الفل عليك يا مريم. صباح الفل يا كريم، وصبح عليك وصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما قال كريم، طبعا حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، يعني الحقيقه حلقه هامه جدا، وهيكون معنا فيها طبعا اخر اخبار معسكر نادي الاهلي في النمسا واللي هينتهي يوم 6 من سبتمبر المقبل، واخر الاستعدادات بقى يعني للسوبر الافريقي، وكمان الوديتين اللي هتكون يعني اثناء المعسكر. وكمان هيكون معنا طبعا في فقرة الضيوف، الفقرة الأولى هيكون معانا فيها الناقد الرياضي شادي نبيل، وحديث هام جدا عن منتخبات مصر في الألعاب الأخرى. وأيضا هيكون معانا في الفقرة الحوارية الثانية الناقد الرياضي محسن لملوم للحديث عن الساحة الكروية محليا وأيضا عالميا. خلونا بقى نبتدي بأول كام نقطة ذكرتهم مريم، نتكلم فعلا معاكم عن فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وانطلاق معسكر الفريق في النمسا استعدادا طبعا لبداية الموسم. المعسكر زي ما كلنا عارفين أكيد هيستمر إن شاء الله لغاية يوم 6 سبتمبر اللي جاي بإذن الله. طبعا مش محتاجين نقول لكم ان الاستعدادات بتتم على قدم وساق لبداية الموسم اللي هيكون زي ما برضو كلنا عارفين، يعني هتكون البداية الفعلية لينا فيه يعني ان شاء الله بمباراة اتحاد العاصمة في السوبر الافريقي، ثم مواجهة سان جورج الاثيوبي في افتتاح مباريات الفريق طبعا في دوري ابطال افريقيا دور ال 32، بعدها في اكتوبر دوري السوبر الافريقي، مع طبعا بالاضافة لان نهاية الشهر هيكون طبعا انطلاق مسابقة الدوري العام. يعني باختصار شديد عندنا مجموعة من التحديات الكبيرة اللي ان شاء الله هتبتدي معانا الموسم القادم بإذن الله. عندنا أكتر من 6 أو قولوا 7 بطولات إن شاء الله داخل عليها النادي الأهلي إن شاء الله، منها طبعا نهائيات كأس العالم للأندية. طبعا احنا بنتابع مع حضراتكم باستمرار ولحظة بلحظة، وبنغطي لكم كل فعاليات يعني معسكر الفريق في النمسا، واللي هيكون فيه أكتر من مباراة ودية إن شاء الله للدخول بشكل مبكر في الأجواء. وكمان واضح جدا للكل الحقيقه ان في انسجام سريع حصل بين العناصر الجديده اللي دخلت على الفريق، سواء عوده اللاعبين المعارين او الصفقات الجديده، واكيد ان شاء الله هيكون لهذا الامر رد فعل ايجابي في المرحله اللي جايه ان شاء الله. عارف يا كريم اللي بيعجبني في كولر الحقيقه، مساله الانسجام اللي انت اتكلمت عنها، يعني هو بيكون سبب فيها اكيد حاله الانسجام اللي بيكون فيها اللاعبين، لانه مش بيعامل اللاعبين بتفرقه، يعني كل اللعيبه عنده واحد، مفيش ده اساسي ده احتياطي، خاصه كمان ان احنا شفناه يعني بيستعين بعدد من كمان الناشئين، وده يعني ما بيعملش هو فكره ان ده جديد او ده قديم، تركيزه كله في كيفيه تطوير اداء اللاعبين وانسجامهم مع بعض، وكمان التحركات السليمه للاعبين سواء بقى بكورة أو من غير كورة، ده بيتطلب طبعا أن كل اللاعبين يكونوا فاهمين بعض وقاريين دماغ بعض، ده اللي كولر بيعمله، بيحاول دايما أن هو يقرب دماغ اللعيبة لبعض، ده محتاج طبعا شغل كتير. يعني المدرب فعلا كولر الحقيقة اللي عمل تطور كبير جدا في أداء اللاعبين في الموسم اللي فات، بجانب حظه طبعا لكل البطولات خماسية طبعا أهلوية شفناها، أهلي استثنائي واللي شاركنا فيها. هرجع أقول وأكرر كلامي وبأيد الكلام ده، أغلب الجماهير أن كولر يعني أو شايفين ان كولر هو صفقة الاهلي السوبر، وشفنا طبعا يعني بداية الموسم الماضي كان في انتقادات بقى سواء للشحات، هاني، الشناوي، وكمان قفشة. نهاية الموسم يعني كل الاراء دي بقى اتغيرت يعني رأسا على عقب، شفنا كم الاشادة بيهم بعد تطور ادائهم، وشفنا كمان سيطرتهم على جوائز الافضل لرابطة الاندية واي استفتاء جماهيري. يعني الشناوي خد طبعا احسن حارس، ويمكن كمان عدد كبير جدا من اللعيبة خدت يعني يمكن جوائز كتير، حسين الشحات كان احسن لاعب في موسم 2023. حقيقه يعني يا كريم كولر عامل اداء كبير جدا، يمكن شفنا مع اختلافات المديرين الفنيين بيبقى ليهم تكنيكس وكل حاجه، بس دايما بنشوف اللعيبه لما يكون مدير فني عنده حاله الانسجام دي ومدخل الفريق في المود ومخلي الدنيا حلوه كده وسلسه، ده بيفرق معاهم قوي في الاداء. من اكتر الحاجات اللي لفتت انظار الكل وتحديدا مع بدايات يعني كولر معانا
كذا نقطة الحقيقة، منهم الروتيشن، القدرة على الروتيشن. ما أي حد ممكن يبقى بيعمل روتيشن، بس الروتيشن بتاع مستر مارسيل كولر الحقيقة مختلف جدا. وكمان النقطة الثانية بقى اللي أنت كنت بتتكلمي عليها من شوية، فكرة تطوير المستوى عند اللعيبة، والحقيقة ده حصل مع الكل، ولكن أكيد في لعيبة بشكل استثنائي كان وهجهم زايد وملحوظ قوي. أكيد على رأس قائمة الأسماء دي حسين الشحات، كلنا خدنا بالنا إن في تألق استثنائي لحسين الشحات الحقيقة الموسم اللي فات، وبنتمنى إن هذا التألق يستمر، وبنتمنى إنه كمان يمتد لكل اللعيبة، وده حاصل بالفعل إلى حد بعيد الحقيقة. تعالوا بقى نروح شوية لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اللي أعلن بالأمس عن قائمة معسكر سبتمبر لمباراتي إثيوبيا وتونس. بس هنا في حاجة غريبة حبتين لازم نقف عندها شوية الحقيقة. هنا بنتكلم عن ضمه لرباعي النادي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية. ليه هنا بقى في علامة التعجب؟ علامة التعجب موجودة لأن النادي الأهلي كان طالب بالفعل بإعفاء لعبته من المعسكر لوجود اللاعبين في النمسا، خصوصا وإن منتخب مصر إلى حد بعيد نقدر نقول إن هو حسم مسألة التأهل لأمم إفريقيا، يعني بين قوسين كده نقدر نقول إن ماتش أثيوبيا يعتبر تحصيل حاصل. فالموضوع كله يعني تنظيم ما بين الفريق وما بين المنتخب، خصوصا وإن لعيبة النادي الأهلي في كل الألعاب يعني هم دايما في الصفوف الأولى الداعمة والملبية لنداء المنتخبات، أيا كانت المنتخبات دي لأي رياضة من الرياضات، لكن دايما النادي الأهلي حاضر وبقوة، والقوام الرئيسي والأساسي لأي منتخب في أي رياضة 90% هتلاقوا منه من لعيبة النادي الأهلي. وكمان بنقول الكلام ده خصوصا وإن معسكر النمسا كده كده هيخلص يوم 6 سبتمبر، ومعسكر المنتخب هيبتدي 4 من نفس الشهر. ففيتوريا وضح سبب الحقيقة اختياره، قال إن ده لحاجة المنتخب، وقال كمان تفصيلة إن في يعني في 11 لاعب معرضين للإيقاف في أول مباراة أمام يعني بأمم إفريقيا طبعا، في حال تحصلهم على كارت أصفر في مباراة إثيوبيا المقبلة. عشان كده طبقا لكلامه وطبقا لرؤيته ووجهة نظره، هو عايز يتجنب هذا الأمر بأنه يبتعد عن يعني عناصر أساسية من الـ11 دول بغيرهم. فده كلامه. وقال كمان ان معظم المعسكرات اللي يعني خضناها كان فيها جزء معقد، وقال ان المعسكر الحالي هو اول عقبه هتواجهنا، يعني ان المسابقات المحليه في مصر لم تبدا على عكس معظم دوريات المنطقه. فعموما تعالوا نشوف مع حضراتكم جزء من مؤتمر فيتوريا ونرجع نكمل الكلام. اول حاجه مساء الخير جميعا، بنشكركم جدا على الحضور. Vamos entrar então em mais um estágio da seleção. النهارده ان شاء الله هنبتدي ندخل معسكر جديد لمنتخب مصر. كمسرا نو ديا 4 ويترمينارا نو ديا 12. يبدا ان شاء الله في يوم 4 سبتمبر وينتهي يوم 12. جوغا 8 في اثيوبيا وجوغا 12 مع تونسيا. متحدد مباراتين، مباراه يوم 8 سبتمبر ضد اثيوبيا ومباراه 12 سبتمبر ضد تونس. Iremos fazer o estágio aqui no Cairo. المعسكر كله هيكون هنا ان شاء الله في مدينه القاهره عشان المباراتين في مدينه القاهره. اي فون سي برا نوش اوبفيامنت دو جوكس امبورتانتس دو جوكس ديفرنتس. المباراتين بالنسبه لنا مباراتين على اهميه عاليه لان يعتبر فريقين على شكل مختلف. اون بريمير جو كون ايكيبا كو نوش غانيو نيست تورنايو. المباراه الاولانيه هتكون ضد فريق اثيوبيا اللي هو فاز علينا قبل كده. اي كناش كيمز كريمز اكبار نو بريمير لوغار اي كريمز كريمز اوبفيامنت غانيار سابينت كو نو فاي سير اون جوغو او بور اوتر فاي سير اون جوغو ديفيسيل. نعلم ان هي هتبقى مباراه صعبه لان احنا طبعا بنحاول بنسعى منها للفوز، ان احنا ننهي ان شاء الله مرحله التاهل لامم افريقيا كمركز اول. اي اون سكوند جوغ كون تونيزيا اون ايكيبا تراديسيونالمنت كومبليكادا ديفيسيل. والمباراة الثانية هتكون ضد فريق تونس، واكيد عندكم علم ان اكيد مباراة تونس هتكون مباراة صعبة. كيون تيست كو نوز انتنديمش كو تامبين هاست التورا ار امبورتانت با نوس ايكيبا. يعتبر اختبار جيد بالنسبة لفريق او بالنسبة لمنتخب مصر ضد فريق جيد. بريمير تانك داروش بارابينش از ايكيباس تكنيكاس كو نوز تيمس تاد ان برمانينت كونتاكتو كون تودز از ايكيباس تكنيكاس كو ستون dentro deste rol de equipas que fornecem jogadores. طبعا اول حاجه انا بشكر جدا وبحيي كل الاجهزه الفنيه اللي هي تعتبر على الانديه اللي فيها عناصر كتيره بتشارك معانا في المنتخب وعلى طول بيزودونا باللاعبين. Na partilha de informação, porque é um momento sensível em que há equipas que ainda nem começaram a treinar. Há outras que têm uma semana, outras têm 15 dias. E portanto está tudo completamente disperso e muito diferente um do outro.
طبعا احنا بنشكرهم جدا على اساس ان هم بيشاركوا معنا المعلومات وبيزودونا بالاخبار او بالمعلومات اللي احنا بنطلبها، لان في بعض الفرق اللي هي يعتبر ابتدت لسه من 15 يوم فقط ابتدوا التمارين، وفي فريق يمكن لسه فرق لسه ما ابتدتش، وفي فرق ابتدت لسه من اسبوع فقط. E depois a escolha dos jogadores, como eu disse, teve a ver com isto, teve a ver com o facto de quais eram os jogadores que eram de facto importantes nesta altura e que nós poderíamos gerir, quer de uma equipa, quer de outra, tentando não. Estou-me a lembrar que no estágio anterior nós chamámos 8-9 jogadores do Arley. O Arley vai ter uma competição também agora importante, como vão ter os outros. E nós tentámos, de certa maneira, reduzir o número de cada uma das equipas para que pudéssemos, para todas as equipas trabalharem bem e que nós pudéssemos primeiramente ter as maiores condições para a seleção nacional. طبعا فاحنا على بناء على هذه المعلومات وبناء برضو على الحاجات اللي احنا بنقدر نحصل عليها، احنا بنختار عدد اللاعبين على اساس ان احنا زي ما كان قال المدرب ما نعطلش اي فريق بيأدي فتره الاعداد. فعشان كده يمكن المعسكر اللي فات لو تشوفوا مقارنه بالمعسكر ده كان اختيار اللاعبين تقريبا 8 او 9 لاعبين من النادي الاهلي، لكن بالنسبه للمعسكر ده عشان احنا عارفين الاهلي عنده منافسه موجوده، فعشان كده اخترنا بس من الاهلي عدد 4 لاعبين، وكذلك برضو من الانديه الاخرى بناء على المعلومات اللي جات لنا وعلى ظروف كل نادي من الاعداد ومن التمارين. Também vos dizer que este estágio é talvez todos os estágios que nós temos tido têm sido sempre muito complicados. Difíceis sempre com problemas que têm existido. للاسف طبعا يمكن كل المعسكرات اللي احنا مرينا بيها هنا للمنتخب كان كل المعسكرات فيها جزء معقد بالنسبه لنا او فيها شيء معقد بالنسبه لنا، وكل معسكر كان بيبقى جاي لنا ومتصدر معاه مشكله معينه او حاجه معينه. Este mais um, que talvez sejamos das poucas equipas do mundo, das poucas seleções do mundo em que os seus campeonatos não estão a começar. يعني يعتبر المعسكر ده بالنسبه لنا اول عقبه بتقابلنا، ان يمكن من مقارنه بدوريات المنطقه كلها او دوريات العالم احنا لسه الدوري عندنا ما ابتداش والمباريات الرسميه ما تمتش. Juntamente a isso temos 11 jogadores com cartão amarelo que se virem o cartão amarelo no primeiro jogo não poderão jogar no primeiro jogo do CAN. وكذلك علاوه على كده عندنا 11 لاعب من الفريق المنتخب المصري او من لاعبين المنتخب معاهم كروت صفراء، يمكن لو حد فيهم اتعرض لكروت صفراء في المباراه القادمه هيكون في خطوره ان هم ما يلعبوش اول مباراه في امم افريقيا. E temos posições sobrecarregadas de cartões. Posições específicas na equipa com jogadores sobrecarregados que temos que gerir no primeiro jogo e no segundo. وطبعا عندنا مراكز معينه بالنسبه للمنتخب او بالنسبه لمراكز اللاعبين في المنتخب اللي هي يعتبر بتحمل فيها الكروت شويه. فعشان كده لازم ان المدرب دوره بيحاول ان هو يراعي النقاط دي، ان هو يقدر يراعي عدد العناصر المتاحه بالنسبه لنا والكروت اللي هي متاخده في المركز ده. طيب عندنا برضو الحقيقه كلام كتير عايزين نقوله، يعني على عده اصعده، منها موضوع كنا بنتكلم فيه امبارح يا مريم، مساله دي حقيقه كريم. بس انا قبل ما نكمل اخبارنا عايزه اعلق على فكره طبعا المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا واختياره للرباعي. اكيد كل الاحترام لوجهه نظر الجهاز الفني والاداري طبعا للاختيارات، ولكن طول الوقت احنا بنتكلم انه النادي الاهلي هو بيمثل مصر، وهنفضل نقول هو بيمثل مصر، النادي الاهلي المصري، وطول عمر النادي الاهلي ما فيش حد زي النادي الاهلي كان بيدعم المنتخبات على مدار التاريخ وعلى مدار السنوات اللي فاتت. ففكره انه احنا بنطلب في خطاب رسمي ان يتم اعفاء اللعيبه الدوليين من فكره الانضمام لمعسكر، خلاص هو معسكر، يعني احنا عندنا فيه مباراتين متبقيتين الاثنين تحصيل حاصل، واحده وديه وواحده خلاص بالفعل، يعني المواجهه مع اثيوبيا هي تحصيل حاصل. ففكره هنا التصميم على برضو الاستعانه باللعيبه الدوليين واحنا عندنا مباراه هامه جدا يوم 15 امام نادي اتحاد العاصمه الجزائري، دي فعلا عليها علامه تعجب كبير جدا وعلامه استفهام كبيره جدا. فكره طبعا انه يعني عدم الاستجابه لخطاب النادي الاهلي وعدم رد اتحاد الكره على خطابات الاهلي بشان تحديد موعد ولوائح السوبر، يعني الحقيقه النهارده يعني على النقيض هنتكلم بقى على اتحاد اليد، وبصراحه نفسنا نشوف اتحاد الكره باحترافيه اتحاد اليد اللي حدد يعني موعد مباراه كاس السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك يوم 9 ديسمبر، هتكون طبعا على صاله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان باماره الفجيره بدوله الامارات. الاهلي طبعا هيشارك في كاس السوبر بصفته بطل الدوري والكاس، وهيشارك الزمالك بصفته وصيف بطل الدوري.
بصراحة يعني النظام حلو وتحديد قواعد ورولز المنافسات أكيد بيريح الجميع على كل الأصعدة. ده طبعا بينعكس على المنتخبات، وشفنا طبعا منتخب اليد أو منتخبات اليد في كافة الأعمار السنية بيحققوا إنجازات عديدة بسبب فكرة التنظيم وبسبب فكرة وضع قواعد ورولز معينة. يعني أكيد يا كريم تتفق معايا في الفكرة دي، وبالذات في جملة النظام حلو جدا. يعني ده منطق المفروض يبقى سائد في كل الاتحادات وفي كل الرياضات وحتى في علاقات البشر بعضها ببعض. يعني فكرة ان يبقى كل حاجة منظمة زي الدول المتقدمة كده، بيبقوا عارفين الأجهزة الفنية والإدارية واللعيبة في كل الرياضات، بيبقى عندهم جدول مسبق يمكن قبل منها بسنة ويمكن أكتر، عارفين يوم 9 ديسمبر هيلعبوا ماتش ايه في بطولة ايه ويوم كذا. يعني مش عارف ايه مدى صعوبة ان الموضوع ده يبقى متنظم بشكل واضح. ده هيريح الكل على فكرة، ان ساعات كتير لما النادي الاهلي مثلا بيبدي اعتراضه او بيبدي تحفظه على شيء فبنسمع احيانا بعض الاصوات، ما طبعا عشان النادي الاهلي لا، احنا النادي الاهلي غالبا ما بيتكلمش في حاجة تخص لوحده قد ما بيتكلم على مبدأ لازم يكون موجود وبيطبق بحذافيره على الكل. ده دايما كل الحاجات اللي بيقف عندها النادي الاهلي، فمش عارف ايه مدى صعوبه. واصوات كمان يا كريم تقول لك المنتخب اولا، مفيش حد قد النادي الاهلي دعم المنتخبات وخلاص. ده في تاريخ المنتخبات هو اتاهل طبعا. ففكره العناد وفكره الاستعانه برباعي مهم جدا عندنا، واحنا عندنا مباراه مصيريه ومهمه مباراه بطوله، ده برضو غريب الحقيقه. والله يا مريم ما تبقيش فاهمه، هل هو عناد؟ هل هي عشوائيه في اتخاذ قرارات؟ هل انا مش عارف المشكله فين؟ بس المشكله ان في مشكله، والمشكله اللي من النوع ده لازم تتحل، وخصوصا ان احنا عاده لو تلاحظوا حضراتكم في الفتره الاخيره اغلب الامور اللي بنبدي عليها تحفظاتنا او بنعترض حتى عليها بقالنا فتره طويله بنتكلم عنها، مش حاجه جديده. يعني ليه الامور ما بتتغيرش في هذا الاطار؟ انا عن نفسي ما اعرفش. على كل الاحوال برضو بمناسبه الكلام عن بطولات كره اليد، عايزين برضو نعرف حضراتكم ان الاهلي ان شاء الله عنده مهمه افريقيه قويه جدا في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، دي البطوله رقم 44 والمقرر اقامتها ان شاء الله في الكونغو برازافيل خلال الفتره من 27 سبتمبر لغايه 7 اكتوبر المقبلين. القرعه اتعملت بالفعل واسفرت عن وقوع النادي الاهلي على راس المجموعه الاولى اللي ضمت شبيبة كينشاسا الكونغولي وفاب الكاميروني وبي ام سي بطل الكونغو برازافيل وشبيبة امل سكيكدا الجزائري. وباذن الله باذن الله يعني نقدر نقول بكافه التدعيمات اللي بتحصل في الفريق خلال الفتره الاخيره هنقدر ننافس بقوه على هذا اللقب في هذه النسخه، او هكذا نتمنى ان شاء الله. امبارح الحقيقه كنا بنتكلم عن اهميه مباراه مصر والمكسيك في كاس العالم للسله، لو تفتكر يا كريم قلنا ان يمكن الفوز هيبقى صعب ويمكن شبه مستحيل، ولكن منتخب مصر الحقيقه فاجئنا والحمد لله بارقه امل اللي كانت عندنا تحققت وفزنا على منافس قوي جدا بنتيجه 100-72، وبكده بقى بنتاهل للمرحله القادمه ونواصل منافساتنا، وباذن الله المباراه دي تكون بقى هي الدفعه المعنويه والقويه جدا للي جاي. الحقيقه يعني نعم احنا هنلعب على المراكز من 16 ل 22 ولكن عايزين نسعى اننا نفوز في كل مبارياتنا. الخبر الحلو بقى كمان ان ايهاب امين لاعب الاهلي ومنتخبنا حصل على لقب الافضل في اللقاء بعد تسجيله 22 نقطه وصناعه 10 فرص تهديفيه. الحقيقه ان احنا يا كريم هنتكلم عن ده اكتر في فقرتنا الحواريه طبعا، ولكن يعني امبارح شفنا مباراه كبيره جدا، منتخب مصر قدر ان هو يكسب امام منتخب من اقوى المنتخبات على مستوى كره السله الحقيقه، وامام المكسيك يعني كانت مباراه قويه جدا وعكس توقعاتنا. احنا امبارح فعلا اتكلمنا وكنا بنتكلم انه الفوز يمكن يكون صعب، مش بس بقى احنا كسبنا كمان بسكور محترم. فالحقيقه يعني بنتمنى ان احنا نحقق المزيد من النجاحات خلال هذه البطوله، وده كان اول فوز كمان للمنتخب. والحقيقه ان احنا هنتكلم اكتر عن التفاصيل دي لان احنا يعني يمكن اكتر او كل ما نحقق بوينتس كل ما تكون فرصتنا في الالتحاق باولمبياد باريس 2024 اكيد قويه وكبيره جدا. امبارح يعني ناس كتير من اللي تابعت المباراه دي قالت لك الله طب احنا حلوين اهو، طب ما كان من بدري الكلام ده، يعني ايه اللي خلينا. يعني ساعات كتير بتحصل على فكره، يعني الواحد لازم ايه حاجه تسوقه، فممكن يكون ماتش امبارح ده نقطه تحول في اللي جاي باذن الرحمن. طبعا ايهاب امين اللي كان بتتكلم مع حضراتكم عنه مريم من شويه امبارح عمل ماتش رائع رائع رائع، ثلاثيات كل اشكال التسجيل حققها امبارح الحقيقه ايهاب امين، ونال رضا واستحسان كل الحضور الحقيقة. وكل الناس اللي تابعت ورانا ما قدرش يستغنى عنه طوال المباراه، وما بيقدرش يستغنى عنه عموما في المباريات الحقيقه. هو الاهلاويه كده دايما لما يلتحقوا باي منتخب بيرفعوا راسنا الحقيقه دايما كان عادي. طيب تعالوا برضو نشوف درجات الحراره النهارده في محافظات مصر المختلفه، وصلت
بكام ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. دي كانت درجات الحراره. اما بقى يعني لو حابين نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حاله الطقس المتوقعه خلال الايام القليله القادمه، فاحنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الفل على حضرتك، منورانا كالعاده في 10 الصبح في الاهلي، اهلا بيكي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه مريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. أهلا بيكي. صباح الخير يا دكتور. الحقيقه ان احنا بقى ملاحظين يعني في الفتره الاخيره او يعني تحديدا العشر الايام الاخيره انه في ابتدى بقى الجو يعني ينخفض في درجات الحراره، يمكن في الصباح ما بتتجاوزش 30 درجه مئويه، يمكن بتبقى 28 ل 29 في فتره بقى الظهيره او الذروه يعني من اليوم، يعني يمكن برده مش بتتجاوز 35 او 36. خلينا نعرف منك اكتر عن الجو بقى خلال الفترة اللي جاية أو الأسبوع تحديدا المقبل، خاصة أن احنا بكرة عارفين أن يمكن في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة هتوصل بقى الدرجة ل 38 درجة. هو احنا طبعا بداية من اليوم وغدا إن شاء الله عندنا ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، العظمى على القاهرة الكبرى هتوصل 37 درجة مئوية، وده بسبب أن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية القادمة مع امتداد منخفض الجنب الموسمي من شبه الجزيرة العربية ثم البحر المتوسط، فبالتالي بتتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني في ارتفاع كمان في نسب الرطوبه مع وجود كمان امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، فبالتالي انا عندي ارتفاع في قيم درجات الحراره وارتفاع كمان في نسب الرطوبه، خليني احس بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره، فال 37 دي هحسها لو تكن 39 او 40 درجه مئويه بسبب وجود نسب رطوبه في الجو. اجواء النهارده بكره ان شاء الله اجواء شديده الحراره رطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري وايضا المحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد جنوب سيناء، اجواء حاره رطبه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط لفترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بنحس بيه اكثر في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، اجواء صيفيه معتدله تماما فترات الليل في المناطق الشماليه مائله للحراره في المناطق الجنوبيه. كمان مع ارتفاع درجات الحراره ونسب الرطوبه الظاهره الجويه المؤثره معانا بشكل كبير هي الشبوره المائيه. الشبوره المائيه بتتكون فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه خاصه فتره الصباح الباكر، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى او تختفي مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7 8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي والرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق. نبدا نحس ان حصل انخفاض في درجات الحراره ان شاء الله من يوم الجمعه، متوقع ان درجات الحراره تبدا تدريجي تعود في المعدلات الطبيعيه، تكون العظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، ومع يوم السبت ان شاء الله يكون في مزيد من التحسن، لان كمان هيكون مع يوم السبت نشاط ملموس في الرياح يقلل احساس نسب الرطوبه ويلطف الاجواء بشكل كبير، ويخلينا نحس ان الاجواء اصبحت اجواء لطيفه تماما فترات النهار وايضا فترات الليل، وده اللي هيكون معايا الاسبوع المقبل ان شاء الله. درجات الحراره اقل الاسبوع ده فيها تحسن كبير، كمان حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط معتدله تماما، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، يعني الاجواء مستقره بشكل كبير، فقط بس نخلي بالنا في ال 48 ساعه القادمه من التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، بقدر الامكان لو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، واحنا في الفتره دي تعتبر فتره انتقاليه، يبدا يقترب فصل الخريف، بين الصيف والخريف بيحصل تقلبات جويه، فمهم جدا نبدا نتابع النشرات الجويه بشكل يومي، نشوف الظواهر الجويه المؤثره ايه ونبدا نتعامل معاها قبل ما جميل. طبعا كالعاده يعني دايما تخطيط حضرتك. انا بس عايزه يا كريم اسال دكتور منار على حاجه مهمه جدا، كل شويه بنشوف يا دكتور حاجة. منار انه فاضل 30 يوم على انتهاء فصل الصيف، لا 40 يوم على انتهاء فصل الصيف رسميا، فاضل قد ايه تحديدا فعلا علشان ينتهي فصل الصيف؟ وده انا بالنسبه لي طبعا على المستوى الشخصي هكون حزينه جدا على انتهاء فصل الصيف، بس دايما بنشوف ارقام يعني يمكن بشكل على السوشيال ميديا، بس محتاجين نعرف من حضرتك تحديدا فاضل قد ايه على انتهاء فصل الصيف رسميا نقدر نعلن انه خلاص انتهى هذا الفصل. هو تقريبا باقي 24 يوم على انتهاء فصل الصيف رسميا، لان رسميا فصل الصيف هينتهي ان شاء الله فلكيا 22 سبتمبر، ويبدا معانا فصل الخريف 23 سبتمبر، وفصل الخريف ب
بيستمر معانا قرابه الثلاث شهور، يبدا في درجات الحراره بتتجه نحو الانخفاض، بيبقى في اعتدال كامل في الاحوال الجويه الحمد لله. لكن هو ايضا معروف ان هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه طبعا، خاصه في المناطق الجنوبيه لان بيبقى موسم السيول والامطار في سينا او سلاسل جبال البحر الاحمر. لكن بالنسبه لدرجات الحراره هو يعتبر ربيع في مصر العربيه، بنحس بيه فصل الخريف مش فصل الربيع. طيب يا مسهل، المهم بس شويه نفضيل على نهايه فصل الصيف ما نحضرش فيهم درجات حراره زي اللي حضرناها في شهر 7، لان كان الوضع صعب جدا وحضرتك طبعا عارفه الكلام ده. عموما احنا بنشكر حضرتك دكتوره منار يعني جزيل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي بقى جه ميعادنا مع فقره اخبار النادي الاهلي وفرقه الرياضيه والانشطه المختلفه. وهتنضم لنا طبعا دلوقتي من مقر النادي الاهلي بالجزيره مراسلتنا العزيزه سالا حامد علشان تعرفنا بقى على كل الامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الانشطه الرياضيه المختلفه وكمان الاجواء وانشطه اللجان. صباح الخير عليك يا سالا. صباح الخير يا مريم، طبعا برحب بيكي، وخليني قبل اي حاجه اقول لك اكيد منوره برنامج 10 الصبح في الاهلي، وبالتوفيق طبعا في الخطوه المهمه دي. وطبعا برحب بيك زميلي كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي طبعا في نهايه الاسبوع، وزي ما متعودين دايما طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره هكون معاكم عشان اقول لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وطبعا خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري طبعا لفريق النادي الاهلي. ويمكن خليني اقول لكم انه طبعا زي ما كلنا عارفين اكيد الفريق حاليا في معسكر مغلق في النمسا، ويمكن بمناسبه طبعا يعني المعسكر المغلق ونادي الاهلي ان هو متواجد اكيد في النمسا استعدادا للموسم الجديد. بخصوص الموسم الجديد خليني اقول لكم انه طبيب النادي الاهلي الدكتور تامر ابو العنين كشف عن استراتيجيه العمل في الموسم الجديد. ويمكن اكد الدكتور تامر ابو العنين طبيب الفريق الاول لكره القدم طبعا يعني قبل اي حاجه ان هو عبر عن سعادته ويعني شعور بفخر شديد طبعا لانضمامه للجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم، وكمان العمل داخل منظومه النادي الاهلي والقلعه الحمراء. فيعني عبر عن سعادته الشديده والفخر الشديد ليه طبعا ان هو يعني اكيد بيشتغل مع الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم. كمان كشف عن استراتيجيه العمل في الموسم الجديد ووضع يعني خطه عاجله للتطوير في الافراد والاجهزه الطبيه وكمان نظم العلاج والوقايه. يمكن كمان اتكلم عن يعني اكيد انه عمل او تم عمل يعني قياسات بدنيه وكمان ملفات خاصه لجميع لاعبي النادي الاهلي لكل لاعب وكل فرد في الفريق، وطبعا ده بالتاكيد يعني الاعتماد عليها في المستقبل كده. طبعا كله كان هدفه يا كريم وطبعا يا مريم هدفه هو التقليل يعني عدد الاصابات ومنع يعني اي اصابه او فرص الاصابات لجميع لاعبي النادي الاهلي في المستقبل، وطبعا بعد ما يرجعوا اكيد للمشاركه بشكل طبيعي في جميع المسابقات وتفادي الاصابات اكيد يعني بقدر الامكان. كمان يعني اكد في او يعني من ضمن الخطه بالنسبه للموسم الجديد اكد على جميع لاعبي النادي الاهلي الالتزام بالغذاء الصحي وكمان الالتزام بالنوم المبكر وبالتدريبات، وبالتاكيد يعني اهم حاجه هي انه اي لاعب يشعر بالاصابه او بوجود كمان الاصابه يعني انه يتجه للجهاز الطبي بشكل مباشر ويعني يعني يتكلم معاهم ويشتكي او يقول الشعور اللي بيحس بيه سواء بالاصابه او وجود يعني بعض الالام طبعا ده عشان يعني نتفادى الاصابات بقدر الامكان. كده كان بالنسبه للفريق الاول لكره القدم وطبعا استراتيجيه العمل بالنسبه للفريق الموسم الجديد. خليني بقى اروح يعني معاكم اكيد للخبر الثاني وبخصوص النادي الاهلي ان هو ارسل خطاب للاتحاد المصري لكره القدم. يمكن يعني امبارح النادي الاهلي ارسل الاتحاد المصري لكره القدم خطاب ويعني انتظر بموافاته بموعد السوبر المصري طبعا بطولة السوبر المصري. ويمكن زي ما احنا كلنا عارفين اكيد بطولة السوبر المصري بتقام سنويا يعني في مباراة او من مباراة واحدة ما بين بطل الدوري وبطل الكاس المصري يمكن او كاس مصر. يمكن طبعا يعني النادي الاهلي بعد ما خطر او بعد ما بعت خطاب يعني للاتحاد المصري لكرة القدم يعني اكد فيه ان هو ما عندوش مشكلة ان هو يشارك في بطولة السوبر المصري سواء يعني بنظامها الجديد او بعد ما يكون في تعديل في نظامها او ان هي تقام اكيد بالنظام الجديد يعني خلال الموسم القادم، ولكن يعني اكد فيه انه بشرط واحد انه البطوله دي تقام
كتكملة لجميع البطولات أو جميع السنوات الماضية، يعني كتكملة أو إن هي تكون يعني استمرارا للبطولات الموسم أو جميع السنوات الماضية، وتكون كمان تحمل الرقم الذي يعني يلي الموسم الماضي، تكون تكملة لجميع الألقاب الفترات القادمة. ده شرط النادي الأهلي الوحيد للمشاركة في بطولة السوبر. كمان يعني أكد على في خطاب على إنه يجب معرفة يعني جميع الشروط البطولة وكمان تفاصيل حقوقها التسويقية والجوائز المالية الخاصة بالبطولة. ده بالنسبة لبطولة السوبر. بالنسبة لبطولات المستحدثة، كمان أكد النادي الأهلي في البطولات المستحدثة إنه يعني الاتحاد المصري لكرة القدم ان هو يبلغ النادي الاهلي يعني بشكل مبكر عن جميع التفاصيل الخاصه بجميع او بهذه البطولات المستحدثه الفتره القادمه، طبعا نظرا لصعوبه النادي الاهلي والازدحام الكروي الشديد اللي متواجد عند النادي الاهلي الموسم القادم، والصعوبه البالغه طبعا اللي عنده ان هو يشارك في اي بطوله جديده الفتره القادمه. يمكن زي ما عارفين ده طبعا النادي الاهلي يعني بيشارك في العديد من البطولات المحليه والقاريه، وكمان ان شاء الله هيشارك في بطوله الدوري الافريقي لكره القدم، البطوله الافريقيه الجديده ان شاء الله الفتره القادمه، هيكون عنده ازدحام شديد في الموسم الكروي الجديد. فطبعا يعني انه اكيد الاتحاد المصري لكره القدم لازم يخسر النادي الاهلي بشكل مبكر عن اي بطوله جديده او تفاصيل يعني جميع هذه البطولات المستحدثه. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح معاكم طبعا يا مريم وكريم يعني لجميع الالعاب الاخرى، ويمكن ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره اليد الرجال تحت قياده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريقه لنادي الاهلي. ويمكن النهارده ان شاء الله عندهم تمرين من الساعه 4 للساعه 6 داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، استعدادا لانطلاق بدايه الموسم الجديد. وان شاء الله انطلاق الموسم الجديد هتكون مع بدايه بطوله الدوري العمومي لكره اليد الرجال. ان شاء الله بدايه الدوري يا مريم وكريم تكون بدايتها يوم 1/9، يعني اول يوم ان شاء الله في الشهر القادم شهر سبتمبر، وهتكون اول مباراة هتكون مع نادي الزهور الساعة 4 على نفس الصالة اللي بتمرن عليها جميع لاعبي النادي الاهلي، وهي صالة امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ده بالنسبة لرجال كرة اليد. بالنسبة لسيدات كرة اليد وطبعا تحت قيادة الكابتن محمد عادل زولا، النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكرة هيرجعوا للتدريبات الجماعية استعدادا ايضا للموسم الجديد. ويمكن بالنسبة لسيدات كرة اليد الموسم الجديد هيكون بالنسبة لهم بداية مع البطولة الافريقية لابطال الدوري ان شاء الله هتقام في الكونغو من يوم 26 لحد يوم 7 من شهر 10 القادم ان شاء الله شهر اكتوبر، والبطوله دي هتقام في الكونغو. ده بالنسبه لسيدات كره اليد. ولكن قبل المشاركه في البطوله الافريقيه هيكون في معسكر مغلق بالنسبه لسيدات كره اليد، وهيكون في الاسماعيليه، والتدريبات كلها هتكون من يوم 2 ليوم 7 الشهر سبتمبر القادم. وده طبعا يعني جميع التدريبات دي هتكون على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. كمان رجال كره السله تحت قياده طبعا مستر اجاست بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. الفريق بيواصل تدريباته بشكل طبيعي، النهارده ان شاء الله هيكون في تدريب الساعه 6 بالنسبه للفريق، وطبعا ده هيكون بدون جميع اللاعبين الدوليين المتواجدين حاليا اكيد في منتخبنا الوطني المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه اكيد المقاومه في الفلبين. يمكن طبعا اللاعبين الدوليه المتواجده حاليا مع المنتخب يا مريم وكريم ايهاب امين، عمر طارق، عمرو الجندي، عمرو زهران، وكريم حاتم. يمكن جميع اللاعبين دي هترجع ان شاء الله يعني الشهر القادم وتنضم للفريق، عشان بعد كده الفريق باذن الله فريق كره السله هيسافر يوم 17 لسنغافوره المشاركه في بطوله انتركونتيننتال او كاس العالم الانديه لكره السله، واللي هتقام يوم 21 ليوم 24 في سنغافوره. غفورة طبعا يعني النادي الاهلي بيشارك في البطوله دي كبطل لبطوله افريقيا او بطوله البال اللي كانت طبعا مقامه في رواندا، والنادي الاهلي حصل عليها يعني الموسم اللي فات. فده بالنسبه لكره السله. ويعني اخيرا بالنسبه لكره الطايره سواء سيدات او رجال، الفريقتين يعني بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. يمكن النهارده ان شاء الله سيدات كره الطايره عندهم تدريب النهارده بالليل، ورجال كره الطايره يمكن عندهم تدريب النهارده، ويمكن بدا كمان من شويه من الساعه 10 للساعه 12، وبعد كده هيكون في تدريب من الساعه 1:30 للساعه 2:30 في حمامات السباحه. ده كله طبعا استعدادا للموسم الجديد وبدايه الموسم الجديد اللي هو ان شاء الله هيكون تقريبا في شهر 11 القادم، ودي هتكون البدايه مع بطوله الدوري العام لكره الطايره سواء سيدات او رجال. يمكن ده يعني سريعا يا مريم وكريم كانت كل اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الا الرياضيه. طبعا انا معاكي يا مريم لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا مريم، تفضلي.
شكرا ليكي جدا يا سالة. الحقيقة يعني تغطية أكثر من رائعة، خصوصا الخاصة بالألعاب الأخرى، لأن احنا يعني يمكن يا كريم كنا أوف سيزن خلال الأشهر الماضية دي، فأكيد كان مهم جدا أن كلنا نعرف وكل جماهير النادي الأهلي تعرف المعسكرات الخاصة بكل الألعاب الأخرى أو فرق الألعاب الأخرى، وأيضا عودتهم للتدريبات استعدادا بقى للموسم الجديد. شكرا ليكي جدا يا سالة. يا رب الموسم الجديد يكون يعني لا يقل استثنائية عن الموسم اللي فات. الحقيقة الموسم اللي فات كان موسم رائع جدا على مستوى كل الرياضات في النادي الأهلي. تعالوا بقى نقف شوية عند موضوع أعتقد أنه يهم كتير جدا من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وهو قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا اللي هتقام غدا إن شاء الله الخميس في موناكو. وخليني أقول سريعا أبرز العناوين حول هذه النسخة، هي النسخة الحالية، وأهمها على الإطلاق طبعا غياب ليفربول، وبالتالي غياب نجمنا المصري محمد صلاح عن المشاركة، لأن الفريق هيلعب في الدوري الأوروبي، ودي أول مرة من فترة طويلة يغيب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا لأكثر من 7 أو 8 سنين. كمان البطولة دي هتشهد عودة نيوكاسل للمشاركة لأول مرة بعد فترة غياب طويلة جدا، والسكواد الحالي الحقيقة لنيوكاسل يقدر يكون منافس قوي في هذه البطولة، فما فيش شك أن النسخة دي هتكون قوية، متعة متحققة، وكل الناس عشاق يعني كرة القدم العالمية سيجدوا ما يسرهم أكيد فيها. كمان النسخة الحالية من دوري الأبطال هتشهد مشاركة 5 أندية من إسبانيا، لأن بطل الدوري بقى الأوروبي إشبيلية هيشارك في النسخة بصفته بطل الدوري الأوروبي، ومعاه طبعا البارسا بطل الدوري، والوصيف ريال، والثالث هيكون أتلتيكو مدريد، والرابع ريال سويسيداد. طبعا التوقعات كلها من دلوقتي أكيد المان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد كالعادة، لكن خلينا فاكرين أن النسخة اللي فاتت شهدت مفاجآت كتير الحقيقة، أبرزها على الإطلاق تواجد 3 أندية من إيطاليا في الدور ربع النهائي، قطبي ميلانو طبعا ومعاهم نابولي. خلينا طبعا نتابع بكرة القرعة ونشوف إيه اللي هيحصل في أوروبا، يعني لعله خير. لعله خير. يا ترى يا هل ترى زميلنا العزيز فاروق صلاح جاهز معانا ولا لأ، عشان نعرف منه إيه الأخبار وإيه المستجدات. طيب من إما يبقى جاهز هنطلع حضراتكم طبعا بكل التفاصيل المتعلقة بالمعسكر اللي على فكرة ظهرت له شوية فيديوهات وشوية صور، ناس كتير علقت قال لك الله، هو النادي الأهلي عامل معسكر في الجنة ولا إيه من كتر الجمال اللي هناك والخضرة والطبيعة. عموما هنعرفكم المزيد من التفاصيل، بس خلونا الأول نطلع الفاصل ده. اتفضل. أهلا بكل حضراتكم من جديد. بعيدا بقى عن كرة القدم، يعني على مستوى الألعاب الأخرى إحنا عندنا مشاركات في منتهى الأهمية للمنتخبات المصرية، سواء في كأس العالم لكرة السلة اللي شغالة حاليا، أو بطولة إفريقيا اللي هتستضيفها مصر الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، وأكيد بنتمنى لمصر التوفيق في حسن استضافة يعني فعاليات هذه البطولة. هنتكلم مع حضراتكم في كل هذه البطولات الدولية، يعني في ألعاب كتير بنشارك فيها إن شاء الله في الأيام القليلة والشهور القليلة القادمة. خلونا نتكلم عن هذه الملفات كلها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. صباح الفل عليك أستاذ شادي، وأهلا بيك. صباح الفل عليك، أخبارك يا شادي؟ كله تمام. خلينا نبدأ طبعا بمنتخب مصر لكرة السلة. الحقيقة فاجئنا امبارح بأداء كبير جدا يعني قدام المكسيك، خاصة المكسيك فريق ومنتخب قوي جدا على مستوى كرة السلة، سكور كمان مش قليل أبدا. خلينا نعرف منك أكتر عن الأداء، شفت إزاي كمان يعني مشاركة إيهاب أمين، شايفينه ويمكن رانا ما بيقدرش يستغنى عنه على طوال المباراة، وعايزين نعرف أكتر كمان عن اللي جاي بقى، لأن احنا عارفين أنه يعني يمكن مشاركة أولمبياد باريس 2024، بس احنا طبعا أكيد مرتبطين بنتائج المنتخبات الأخرى. طيب خلينا بس نبتدي ان الفوز امبارح كان اهميته اللي احنا ما كانش ينفع نوصل للدور او المرحله الثانيه من البطوله بدون اي فوز. ليه؟ لان كل المنتخبات الافريقيه في الماتش الثاني ليهم حققوا فوز ليهم، الاربع منتخبات الاخرى. اهميتها هنرجع لها لما نيجي نتكلم على التاهل للاولمبيكس. احنا امبارح ده كان اول فوز لينا في البطوله. ده اول فوز لينا في البطوله؟ لا، ده اول فوز لينا من 29 سنه في كاس العالم للباسكت، يعني احنا من 94 اخر مره حققنا فوز على كوبا، ومن ساعتها ما حققناش اي فوز في كؤوس العالم لكره السله. فاهميه الفوز للعوده بقى مره تانية، مصر في خلال مشاركاتها في كاس العالم لكره السله عملت 7، يعني امبارح ده الفوز السابع منهم 4 في بطوله واحده سنه 50. انا اسف لقطع استرسالك، بس اللي انت بتقوله ده مشكله تستحق التوقف امامها وتاملها ومحاوله تحليلها. ازاي كده؟ ما هو ازاي كده ده ياكد لك ان اللي بيحصل دلوقتي هو ده الحل، بمعنى اللي احنا لما جبنا روي رانا احنا تعاقدنا مع مدير فني قوي، بمعنى ان هو هيحطك على الطريق الصحيح، بجانب الطفره اللي حصلت عن طريق النادي الاهلي ونادي الزمالك في البطولات الافريقيه والفوز ببطوله البال،
ده بيأكد ان احنا ماشيين على الصح، يعني على الطريق الصح. زي ما بنقول السكواد الحالي للمنتخب المصري سكواد يستحق اللي هو يخش بقى، يعني احنا كان الامل او التارجت بتاعنا اللي احنا كنا نكسب مونتينيجرو. المجموعه بتاعتنا ليتوانيا مونتينيجرو والمكسيك، خلينا نتكلم ان ليتوانيا كان صعب جدا، اللي يعني حظنا ما بين حلو ووحش، اللي انت تلعب اقوى منتخب في المباراه الاولى فتمام انت خلصت من الماتش الاولاني الصعب. ماتش مونتينيجرو كان يعني عايز بس شويه حماس تركيز اكتر، لكن ما قدرناش نكسب. ماتش المكسيك هو ده البدايه بقى، لان في ناس يعني طبعا احنا عارفين اللي احنا فيه باتريك يوسف او باتريك جاردن، ده جه لسه منضم للمنتخب حديثا، ماتش عن ماتش بتلاقيه اللي هو داخل جوه المجموعه بتلاقيه اللي هو مستواه بيزيد بالظبط، الانسجام بيزيد. البوب طبعا ما فيش خلاف عليه، يعني ايهاب امين مع باقي النجم الماتش الحقيقه. اصل ايهاب يعني ما ينفعش تقول الإيهاب نجم الماتش، هو لازم يبقى نجم الماتش، لازم يبقى نجم كل الماتشات، لازم يبقى نجم البطولة. إيهاب يعني حاجة مش هنقدر، يعني مش محتاج اللي أنا أتكلم عليه، يعني أنت ممكن تحط إيهاب وتحط أربعة جنبه ويلا بينا نلعب. فخلينا نتكلم إن إيهاب ده الطبيعي بتاعه. الفوز ده أهميته برضو اللي إحنا لما هنطلع المرحلة الثانية فمعانا نقطتين، فالمنتخبات الأفريقية اللي لسه هتلعب النهاردة اقوى ماتش ليها في المجموعه هتلعبه النهارده، فبالتالي هيبقى في توازن بقى في المجموعه او في الدور اللي جاي. الدور اللي جاي خلاص احنا اتحقق منتخب، يعني اتحدد اللي احنا هنلعب مع الاردن ومستنيين الخاسر من اليونان او نيوزيلندا، وبنسبه كبيره هيبقى نيوزيلندا. مباراه بقى اهميتها ان نرجع تاني بقى ان المنتخب الافريقي الاحسن ترتيبا في كاس العالم هو اللي هيضمن بطاقه التاهل مباشره ليه باريس 2024. بمعنى احنا كده خلاص مفيش اي منتخب افريقي هيستطيع، يعني بنتائج حتى النهارده اللي هتحصل، اللي هو يخش يلعب من الاول لل 16. كل المنتخبات الخمس منتخبات الافريقيه سواء مصر، انجولا، جنوب السودان اللي عملت في اول مشاركه ليها فوز، وكوت ديفوار وكاب فيردي، الخمس منتخبات هيلعبوا من 17 ل 32. مين بقى اللي هيطلع ترتيبه الاحسن هو ده اللي هيتاهل مباشره لباريس. طب انت في رايك مع المتابعه والاداء للمنتخبات شايف مين الاقرب ان هو ممكن يوصل للنهائيات وفرصته تبقى اكبر ان هو يتاهل لاولمبياد باريس 2024، ومين ممكن ياخد اللقب؟ يعني فكره المتابعه، فكره الفرق عموما المشاركه في البطوله، شايف مين ممكن يكون اقرب؟ بص، المفاجاه الاولى في البطوله كانت خروج فرنسا. فرنسا صاحبه برونزيتين اخر اثنين كاس عالم وفضيه في طوكيو، خروجها بالهزيمه من كندا، واحد من اقوى المنتخبات اللي مفاجاه في البطوله بالنتائج بالسكواد اللي معاها تلعب يعني ماتشات كويس، لكن حققت النتائج. فرنسا خسفت من كندا ومن لاتفيا. المنتخبات المرشحه للفوز بالبطوله طبعا منتخب امريكا دائما وابدا، حتى لو هو ما بيبقاش معاه النجوم بتوع الام بي اي كلاس اي قوي، يعني او المنتخب في السكواد بتاعه ده الحالي او قائمه المشاركه معاه اربع لاعبين بس من اللي لعبوا ماتش اللي هو اول ستارز اللي هو بيبقى الماتش التوب يعني في امريكا. منتخب اسبانيا حامل اللقب، منتخب امريكا اخر بطوله كان واخد سادس او سابع، فبالتالي يعني داخل بقوه جدا للعوده مره اخرى لمنصات التتويج. المنتخب الاسباني، منتخب طبعا كندا من المرشحين بقوه، منتخب ليتوانيا ممكن يبقى من الناس اللي عامله قلق للفرق الثانيه. لو بنتكلم بقى على المنتخبات الافريقيه بس انا عايز اوضح حاجه، اللي احنا مجموع يعني حصل حاجه مش لذيذه شويه، اللي احنا في منتخبين من افريقيا جنوب السودان وانجولا هيلعبوا بعض، فبالتالي في حد فيهم هيكسب، ما فيش تعادل في الباسكت، فبالتالي هيبقى عنده ادفانتج اعلى اللي هو كده حقق فوز خلاص اي منتخب افريقي، فعشان كده ده هيبقى خطر زي جرس انذار لمنتخب مصر اللي احنا ان شاء الله يصعب علينا المهمه. بالظبط، غريب قوي ان امريكا تبقى في المركز السادس او السابع عموما لما بنتكلم على امريكا وعلى الباسكت بول، غريبه قوي ان احنا بنقول كده. ما انا هقول لحضرتك ليه، لان مش كل النجوم السوبر ستارز بتوع الام بي اي بيلعبوا مع المنتخب، دايما بيفضلوا ان هم يبقوا مع بس امريكا امريكا بالذات. ده انت لو مشيت في الشوارع كده وجبت شويه عناصر بشكل عشوائي هتعمل منتخب زي الفل. طبعا ما عشان كده عارف ده في ثقافتهم وفي دمهم يعني. عشان كده بقول لك ان دايما مش بالاسم يعني بالمجهود، زي ما بقول لك المره السنه يعني البطوله اللي فاتت فرنسا قدرت تكسب امريكا، كندا كسبت اهو. طب خلينا فينا احنا وفي منتخبنا وفي المشكله الكبيره بتاعه ان احنا بتقول ده اول فوز من كام، 20 سنه ولا من كام، 30 سنه، فدي مشكله، واعتقد ان المشكله دي تستحق القيام بثوره تصحيح ان انجاز التعبير.
وهنقول ان اول تنديعه فيها في ثوره التصحيح دي هي المستجدات اللي حصلت مؤخرا والتعاقد مع الاسماء اللي تم التعاقد معاها والفوز بتاع امبارح مجازا، هنقول ان هو ايه اول الغيث زي ما بتقال. بقيت عناصر بقى ثوره التصحيح المظبوطه المطلوبه ايه؟ طب اول حاجه انت لازم تعمل دوري قوي. الدوري المصري لكره السله من الدوريات القويه المنتظمه، بنتكلم على الصعيد العربي والصعيد الافريقي بوجود اهلي، زمالك، اتحاد، زيرو، حقيقه قوي جدا. الفرق اغلبها قويه، وتحديدا في الاخر كمان يا شادي الموضوع بيزيد وبيعلى، وكل مستويات الفرق بقت متقاربه وبقى في مفاجات في النتائج كمان زي ما احنا شفنا خلال الموسم اللي فات. دي حاجة. الحاجة الثانية كواليتي المحترفين، زي ما احنا عارفين الاتحاد المصري بيحدد لكل نادي محترف خلال الموسم، كواليتي اللعيبة المحترفة ابتدى يعلى، فبالتالي بيشد معاه مستوى بقية اللاعبين. الحاجة الثالثة عدد اللاعبين اللي في الدوري الأمريكي للجامعات وللدوري بتاع جي ليج ابتدى يزيد، فبالتالي بقى عند طفرة الأندية ما بقتش يعني ايه تستحوذ على اللاعبين، بقوا بيطلعوهم يسافروا بره ويحتكوا اكتر. معسكرات الام بي اي اكاديمي اللي بتتعمل في مصر وكل الكامبس دي، فابتدت الناشئين عايزين يوصلوا للمرحله دي. فلا الاتحاد المنتخبات الناشئين سواء 19 و17 تواجدهم الدائم على منصات التتويج في البطولات الافريقيه ومشاركتهم في كؤوس العالم للاعمار السنيه دي بيخلي المستوى يرتفع. فبالتالي لا، اتحاد كره السله من الاتحادات اللي ماشيه على الطريق الصحيح، بس مش هتبقى بين يوم وليله. يعني احنا ستيب 1 كنا اللي احنا نوصل كاس عالم، لان احنا ما وصلناش في 2019. طيب فيس 2 اللي احنا نوصل اولمبيكس، لان احنا ما لعبناش اولمبيكس من 88، من سيول 88. فبالتالي هي بتبقى فيزز. لو كانت الطفره حصلت باللي انت تكسب ماتش مونتينيجرو وتوصل الدور الثمن النهائي، كانت هتبقى دي نجاحات كويسه. هم ماشيين على الطريق الصحيح، نتمنى عدم التفريط بسهوله في المدير الفني ده. المدير الفني ده حاجه كويسه جدا وكواليتي. ما دخلش مصر قبل طبعا اوجست بوش، ما دخلش مصر من فترات كبيره، يعني الاثنين عاملين حاله فنيه ابداعيه، سواء اوجست بوش مع النادي الاهلي او روي على منتخب على مستوى المنتخب. خلينا نروح للكره الطايره، البطولات الافريقيه. يعني مصر ان شاء الله المفروض الاسبوع الجاي هتستضيف بطوله افريقيا للكره الطايره، صح كده؟ وبعدين احنا بقالنا فتره دايما حتى في 10 الصبح بالاهلي بنتكلم عن حسن استضافه مصر وتنظيمها لفعاليات مباريات البطولات الرياضيه في رياضات مختلفة في آخر 3-4 سنين بصفة خاصة، في حالة استثنائية. أكيد ساعد على ده برضو البنية التحتية الرياضية اللي تم تطويرها بشكل محترم في الفترة الأخيرة. حاجات كتيرة الحقيقة نتج عنها أن مصر بقى بيتقال اسمها كمكان بتقام فيه فعاليات أكبر وأهم وأشهر البطولات الرياضية حول العالم. توقعاتك إيه للبطولة اللي جاية دي إن شاء الله؟ طيب خلينا، شفت كل الكلام الكويس اللي احنا كنا بنتكلمه على اتحاد كرة السلة. في تعليقات سلبية كتيرة جدا على اتحاد كرة الطايرة بصراحة في الجزء الفني. الجزء التنظيمي ما عندناش خلاف، في مصر أي بطولة بتسند ليها ده بيبقى مش تكليف على قد ما هو تقدير من الاتحاد القارية والدولية لقدرة مصر على تنظيم البطولات. خلاص بقى الموضوع بيتعمل بسهولة جدا. يعني الأول كنت أصلا عشان تجيب مثلا فولنتيرز وعشان تجيب أورجنايزرز وعشان تجيب ناس تقدر تنظم لك البطولة، احنا كان عندنا أوقات معينة مشاكل في الأشرز اللي بيقعدوا الناس في أماكنهم في بالظبط. طبعا لا، دلوقتي الموضوع بقى ما فيهوش أي شك عند أي حد. شاركت وغطيت بطولات عالم وكؤوس عالم كتير هنا في مصر، ما تختلفش كتير عن اي حاجه بتتعمل بره، بل بالعكس الفيدباك اللي بيجي من الناس بطولات هايله. ده فالجزء التنظيمي ده ما عندناش مشكله فيه خالص. هنتكلم على الجزء الفني. حاله قلق يعني كانت مثلا لحد قبل امبارح 70-30، مطمن 70 وقلقان 30، بقت 50-50 بعد مباراة ليبيا. بعد ماتش ليبيا طبعا. يعني انت المفروض خلاص انت هتلعب ماتش ليبيا المغرب النهارده، المغرب بالظبط تلعب بقى خلاص البطوله. فالبطوله برضو انت خسران بطوله افريقيا اخر ثلاث نسخ في على الصعيد رجال كره الطايره، كنت المنافسه دايما انت تونس، فابتدت تخش الكاميرون، ابتدت تخش الجزائر، ابتدت تخش ليبيا والمغرب. فبالتالي انت دائما
وقت اختيار القائمة لأي بطولة بيحصل قيل وقال. يعني في مدير فني هولندي قبل البحر المتوسط مشي بسبب حاجات معينة، تدخلات في اختيار اللاعبين، المدير الفني الإيطالي الحالي فلافيو. فالطبيعي الطبيعي ان انت طالما اخترت القائمة فانت المسؤول عنها، انا ماليش علاقة، انا بعمل ستريس عليك عشان تاخد اسم او مش اسم، فانت خلاص انت شايل الليله بالقائمه دي. ماتش امبارح لا يقلق، انت خسران من ليبيا 3. الاستعداد بالوديات عامه يا شادي اكيد مهم، شفنا امبارح ليبيا، النهارده عندنا المغرب. طبعا امبارح زي ما انت قلت ماتش مش احسن حاجه على المستوى الفني، يمكن الاستعداد النهارده هيختلف. اكيد امبارح كان في وقفه، اكيد امبارح كان في كلام عن فكره المستوى، عن فكره الاداء، عن كل حاجه. النهارده قدام المغرب تتوقع انه الاداء ده ينعكس، او فكره ان هو يعني امبارح كنا مش احسن حاجه، النهارده نظهر بشكل مختلف عن مباراة ليبيا؟ بس يا بريم، انت طبعا حد اوير جدا بالشغل الرياضي والاستعدادات، وغطيتي احداث كتير صح؟ دايما بتيجي تجرب في كل المعسكرات البعيدة، عايز تجرب خطة، عايز تجرب لاعب، لكن لما تيجي قبليها خلاص ده يعني انت بتحط الفريم الاخير، فانت لو ده الفريم الاخير زي امبارح فلا ده كده صعب جدا. صعب جدا. هو ممكن يكون بيجرب حاجة، ممكن يكون عايز يتشيك حاجه معينه، لكن لو استمرينا كده ده مش هيكون طبعًا احسن طبعًا حاجه. طبعا طبعا، خاصه المنتخب التونسي زي ما بقول لك، المنتخب التونسي بيامل اللي هو بيبقى الفوز باللقب الرابع على التوالي، ده هيبقى حاجه مش كويسه جدا لكره الطايره المصريه، لان انت دايما لما بيحصل ابتعاد عن منصات التتويج الافريقيه لازم تيجي واحده تضرب عشان تبتدي تفوق تاني، فلو فضلت خساره تانية زي ما حصل في السله، يمكن انت بتتكلم زي ما حصل في السله بالظبط، غياب كده سنين طويله، بعد كده امبارح كسبنا قدام المكسيك، فدي يمكن هي كانت الفوقه اللي ممكن نكمل عليها. ما كانش حد عنده شك خلال تصفيات كاس العالم لكره السله المنتخب هيوصل ولا لا. الشك ابتدى يضيع بقى خالص لما كسبت تونس في تونس، انت كسبت بطل افريقيا على ارضه فاول مره بتحصل، فانت لا ده انت كده ماشي صح. لما هنا تخسر، احنا خسرنا 2017 بطوله افريقيا من تونس على ارض مصر، وخسرنا لقبين بعديها، وده هيبقى الرابع على ارض مصر، هيبقى فيها صعوبه جدا. الكيرف هيبقى محتاج طفره بقى، مش طفره عارفه انت تشيل وتبتدي طبعا من اول وجديد. طب احنا الى اي درجه ممكن نعتمد على او نعاود على انت عارف طبعا فكره ان انت ما بتيجي تلعب اي ماتش او اي بطوله وانت بتلعبها بره غير وانت بتلعبها على ارضك ووسط جماهيرك الى اخره، الى اي درجه ممكن نعول على الجماهير ان هي يبقى لها قول ويبقى لها مفعول السحر، بحيث ان هي توزن شويه الدروبات اللي عندنا في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه؟ طيب تمام، هو الجمهور بيبقى عامل مهم جدا جدا في الماتشات اللي هي خاصه بتاعت شمال افريقيا، بس اي جمهور، الجمهور اللي بيشجع مش اولياء الامور واللاعبين الصغيرين واللي هم عائلات اللاعبين، الجمهور اللي بيشجع فعلا بتبقى حاضره بقوه ولا مش قوي؟ مفيش في كره الطايره. ما هو بص انت ما ينفعش تبقى قافل على الجمهور طول السيزون في ماتشات الدوري وكاس والكلام ده، ويبقى يحس الموضوع صعب ويلا بقى تعالى ايه ساندني في ماتشات المنتخب. خلينا لوجيك، انا يعني لو انا واحد من الجمهور لا انت يعني يعني ببساطه سهل لي الدنيا وانا بشجع ناديه عشان الوقت لما تحتاجني مع المنتخب هتلاقيني. طب وليه قائمين على الملف ده ما فطنوش للتفصيله دي من قبل بكتير ما يعني تنطلق فعاليات البطوله؟ في كل الاتحادات، الاتحاد الوحيد اللي شويه عمل كده اتحاد الباسكت، كان بيدخل لاعبين طبعا بعد موضوع ماتش السوبر والله يرحمه الاسلام مشجع الاتحاد، فالدنيا قفلت شويه، بس هي دي مش غلط الجمهور عشان نكون صراحة، مش غلط الجمهور، غلط التنظيمية. لكن انت دلوقتي يعني الامن وافق على حضور 1000 متفرج في ماتشات بطولة افريقيا للكرة الطائرة، الحجز عن طريق شركة منظمة او عن طريق سيكونس معين. طيب ما هي نفس الايشو، يعني هي نفس الايشو. طيب شكل السكواد عامة يا شادي وشكل الفرقة شايفها ازاي؟ اهم العناصر محتاجين نعرف منك، احنا عارفين طبعا ان في رباعي اهلاوي انضم على رأسهم اكيد احمد صلاح خبرة كبيرة، عبد الرحمن سعودي، في لاعبين كمان، شايف ازاي السكواد عامة؟ شايف ازاي شكل الفرقة؟ ممكن نقدم ايه؟ اي نعم الوديتين اظهروا اداء يمكن مش كلنا راضيين عنه، ولكن ممكن الفرقة ازاي تقدم الفترة اللي جاية، والعناصر اللي ممكن يعتمد عليها المدير الفني لمنتخب مصر علشان يعني يحسن من الاداء؟ طيب بصي، دلوقتي عودة احمد صلاح، انت عارفه ان احمد صلاح غاب لفترة كده دوليا وعاد مرة تانية، عودة صلاح دي حاجة يعني بتزيد جدا
من قيمه المنتخب المصري، وجود صلاح في الملعب بيعمل حاله من الرعب للمنافسين. لكن غياب واحد من احسن المعدين من وجهه نظري الشاب ياسين علامه استفهام كبيره جدا. في علامات استفهام على القائمه، خلاص القائمه اتحددت، فاحنا ال 14 لاعب دولت هم اللي لازم نبقى سبورت ليهم. اتمنى سعودي يكون في مستواه، اتمنى عصران وباقي القائمه كلهم وباقي اللاعبين. زي ما بنتكلم على صلاح، خلينا نتكلم برضه على قيمه رضا هيكل، لان للمنتخب الاثنين من العناصر القويه جدا اللي نتمنى اللي هم في تركيزهم. طبعا غياب عبد الله عبد السلام بسبب رغبته في الاعتزال الدولي والتركيز اكتر مع النادي الاهلي، هتبقى برضه خبره عبد الله في المواقف، لان مع احمد صلاح تحديدا طبعا وجودهم مع بعض طبعاً بيدي فعلا زي ما انت بتقول، يمكن بيبقى قلق للمنافسين ويدي اريحيه للجهاز الفني الخاص بمنتخب مصر. عايز اقول لك يا مريم ان انت في بعض الاوقات، والكريم طبعا، بيبقى الضغط النفسي على المنافس بحاجات جوه الملعب ما يحسهاش غير اللعيبه بتفرق. يعني الجمهور مع لعيب يعمل ستريس بطريقه معينه بيغير، ممكن يعني احسن ضريب في المنتخب اللي قصادك ممكن يطلع اوت اوف مود خالص. كان الود وده نبقى معتمدين اكتر على المستوى الفني للفريق او للمنتخب من دول، بدل ما نعتمد على اي حاجات زي ما كنت بقول لك من شويه، الى اي درجه ممكن نعول على الجماهير وان يبقى لهم مفعول السحر. طيب احنا طبعا اكيد بنهتم بشكل استثنائي على مستوى كل البطولات المؤهله للدورات الاولمبيه، وده كان واضح الفتره الاخيره. احنا حتى هذه اللحظه لغايه دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض، في كام لاعب ولاعيبه من مصر تاهلوا لدوره باريس للالعاب الاولمبيه القادمه ان شاء الله من الرياضات المختلفه؟ طيب ناخدهم بالترتيب كده. اول حد، اول لاعب مصر تاهل لباريس كان عزمي محلبه الرمايه. تاني حد كان مهند شعبان، وبعد كده رمضان في السباحه هيلعب سباقين، هيلعب 800 متر و1500 متر. منتخب كره القدم طبعا اتاهل لاولمبياد باريس. والسباحه التوقيعيه، منتخب السباحه التوقيعيه يعتبر اتاهل بمقعدين، الجماعي والزوجي. هم دولت حاليا هم اللي ضمنوا التاهل او تمثيل مصر في اولمبياد باريس. ان شاء الله ممكن يبقى لهم اضافات طبعاً الفتره طبعا الجاية. ده لسه بقى مصارعه ورفع اثقال وسلاح والالعاب الجماعيه وتنس الطاوله. وتعتقد ممكن بقى يكون يعني الوفد المصري المشارك في النسخه دي من الدورات الاولمبيه في باريس 2024، فكرك هيرجعوا لنا عاملين ازاي؟ نقول مثلا الخطر. كم ميداليه كده يعني، عارف اللي هو حاجه كده نستفتح بيها الموضوع. طيب بصي، يعني طبعا اي حد متعلق او بيتابع الرياضات الاخرى نفسه نوصل 10 او 12 او 15 ميداليه زي باقي الدول يعني. لكن خلينا نتكلم في الوضع الحالي، لو اتكلمنا من 5 ل 7 فده هيبقى كويس جدا. يعني من 5 ل 7 ميداليات. الخمسه او السبعه دول ممكن يجوا غالبا من انهي رياضات؟ اعول جدا فرديه يعني ولا جماعيه كده يعني ابصم كده رفع الاثقال طبعا. اتوقع ان شاء الله ساره سمير ونعم السعيد طول الوقت بيحاول حقيقة ارقام كبيره طبعاً جدا طبعا ابو كحله. المصارعه اتمنى كيشو، سمر، حمزه، ممكن محمد مصطفى، فزياد السيسي من العناصر ممكن تكون يعني المطمئنه شويه، خاصه اللي هو زياد السيزون ده ما شاء الله الله اكبر الدنيا ماشيه معاه كويس جدا، في سواء بحر المتوسط، بطوله افريقيا، كؤوس عالم، بطولات عالم. كويس، ده مؤشر كويس للي جاي ان شاء الله. طبعا طبعا. طب الاتحادات يا شادي او المنتخبات اللي ممكن نراهن عليها في البطوله او في التاهل يعني؟ خماسي طبعا. خماسي طبعا، خماسي، الخماسي والسلاح يعني ان شاء الله، يعني اتوقع ان شاء الله الخماسي ان شاء الله يعني لو ما كانتش اثنين يبقوا واحده ميداليتين، لان في طبعا زي ما احنا عارفين اول ميداليه في تاريخ مصر في الخماسي الحديث كانت عن طريق احمد الجندي، في نجم صاعد وبقوه طبعا مهند شعبان او مهند طارق، برضه 2023 دي يعني التوب فورم او التوب بيك بتاعه، لسه حاصل على برونزيه بطوله العالم، وخلال السيزون كله ده كان اول لعيب يضمن تاهله في رياضه الخماسي الحديث لباريس. فاتوقع ان شاء الله الخماسي هتعمل حاجه كويسه. الالعاب الجماعيه طبعا يعني خلينا كده نكون صراحه، هتبقى كره اليد هي المرشح الاول يعني فيها الامل يعني. ان شاء الله يعني انت لو بصيت لمنظومه الرياضه المصريه ككل
من بعيد كده شايف الصورة عاملة ازاي؟ هل نقدر نقول ان في الفترة الأخيرة إلى حد ما بشكل مجازي طبعا اترمت مية طوبة، يعني طوبة في المية الراكدة، فابتدت الأمور تتحرك شوية وابتدينا نسمع ان في أسماء لمصريين في رياضات مختلفة محققين إنجازات عالمية، ولا برضو اللي حصل مش كفاية؟ لا خلينا صراحة، لا الدنيا ماشية يعني، وفي تطور وفي بلان وفي اتحادات شغالة وفي وزارة بتدعم وفي مشروع اتحادات شغالة، بس أغلبها بيعاني من نقص الموارد والإمكانيات، وده بالتالي بيبقى له انعكاسات سلبية جدا على حتى مشاركة لعبته، والسفر مجرد السفر في بعض الاحيان ده عائق عند الاتحادات. احنا طول الوقت بنطرح القضيه دي يا شادي، فكره ان اللعيبه بتشتكي من عدم دعم الاتحادات او فكره التقصير او عدم توفر يعني كل السبل اللي بالنسبه لهم علشان يحققوا نتائج اكتر او يحققوا نتائج اكبر. ده طول الوقت احنا بنسمعه من اللاعبين، دايما يقول لك الاتحاد عندنا مقصر في يعني في حاجه معينه. ده حله ايه؟ وده بقاله سنين ودايما اللعيبه احنا بنشوفهم بيشتكوا نفس الشكوى. انت عندك في بعض الاحيان الناس اللي بيلعبوا بالذات الرياضات اللي هي بتستدعي تغذيه مختلفه، مصارعه بقى، رفع اثقال، كمال اجسام، حاجات زي كده، لسه امبارح كنا بنتكلم في الموضوع ده، مشكله يا مريم في حتى في ان هم يكفوا الاكل الوجبات والاكل لوحده، مشكله عندنا سبلمنتس كلها فعلا. طيب اسالكم سؤال كده رايح جاي، نفس الاتحادات هي اللي عندها نفس المشاكل في الاخر، في هتلاقي نفس الاتحادات هي المشكله، مش في طب ايه حلها بقى الحكايه؟ المشكله هنا لازم نغير ده. الاتحادات اللي نجحت غيرت ده، غيرت المينتاليتي، غيرت اسلوب التعامل، غيرت في الفكر. النجاح اللي بيوصل ليه اي لاعب هو للمنظومه. طيب ليه يا شادي الاتحادات اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي نفسها ماشيه بنفس البروتوكول ونفس النظام اللي بيؤدي لشكوى اللاعبين منهم ما بيستفيدوش من الاتحادات اللي انت بتتكلم عنها ان هي حققت نجاحات وحطت وضع وحطت رولز علشان تمشي عليها، وبالتالي لما عملت ده قدرت ان هي تنجح فعلا، وقدر ان اللاعبين كمان يتكلموا عن الاتحادات دي قد ايه هم واقفين في ظهرهم؟ ليه التجارب دي الاتحادات الاخرى مش بتستفيد بيها او مش بتعمل زيها؟ بصي هقول لك برضه على حاجه، دائما وابدا دائما وابدا الشخص اللي بيثق في امكانياته وفي قدرته اللي انا موجود في المكان ده بضيف للمكان مش المكان اللي بيضيف لي، ده عمري ما يعني عمري ما هغير من نجاح حد سواء لاعب او مدرب او اللي انا ابص على تجربه الاتحاد. لكن الشخص دايما اللي بيجي وحاسس ان انا جيت بقى عن طريق جمعيه عموميه بطريقه معينه فبينفذ تعليمات او بينفذ اجنده او مش عايز اللعيب ده اللي عنده 22 سنه، يعني مثلا كمثال لو انا كنت لاعب في لعبه معينه والكارير بتاعي كله ما فيهوش حتى بطوله افريقيا ويجي ولد عنده 22 سنه يكسب اولمبيكس، فانت انت كده هتحط عليا؟ لا ده هو كده عمل لك السوكسي اللي انت طبعا اصلا حياتك كلها شغال عشان طبعا. يعني اتقال ميداليه اولمبيه للعبه كذا في فتره عهد كذا، هي طبعا بتتقال كده طبعا. يعني هي بتتقال كده بالظبط. فهي لازم الاتحادات كل الاتحادات الناجحه شغاله برايفت، بمعنى شغل اكنه قطاع خاص. كل الاتحادات اللي عندها ايشو شغاله قطاع عام. لو عايزين نسمي اتحادات ممكن يحتذى بها يا شادي في فكره ان هم يمشوا على نفس النظم اللي يعني سملنا كده اتحادات بالترتيب. بص يا كريم حضرت معاك كذا حلقه، هو الرول موديل لاي اتحاد عايز ينجح خماسي حديث، خماسي الحقيقه سلاح. تمام. ليه؟ البوينت اللي كان كريم بيتكلم عليها الدعم او زي ما بيقولوا السبونسرشيب، دولت اتحادات نجحت عملت بلان فبالتالي جابت ميداليات فبالتالي بقى معاها برودكت تقدر تعمل له ماركتنج فبالتالي جابت سبونسرز فخلاص الطريق ماشي. المهندس شريف العريان بعد نتائج بطوله العالم اللي هي كانت في بريطانيا قال احنا دي مش وصلنا لها كده، احنا بنخطط بقى لنا 10 سنين عشان نوصل للمرحله دي عشان لما يجي جدول ميداليات البطوله مصر رقم واحد بخمس ميداليات، تحتيها بقى بريطانيا، تحتيها مش عارف باقي الدول بقى المجر، ايطاليا. فهي بتبقى كده، هي بتبقى وبعدين في حاجات بتبقى يعني زي ما بيقولوا عليها ايه شورت تيرم ولونج تيرم، فانت لازم تحدد انت عايز ايه. يعني في بطوله افريقيا جايه، لا دي خلاص شورت تيرم يعني انا بجهز يلا، لكن لما جهز لباريس اجهز لوس انجلوس فدي محتاجه حاجات طويله. السلاح كذلك، يعني السلاح برضو الشغل، شوفي اي بطوله سلاح على جميع الاعمار السنيه لازم تلاقي مصر على البوديوم.
فدي نماذج لازم تطورنا تاني قريب، لان الملف ده مليان تفاصيل كثيره تستحق ان احنا يعني نتكلم فيها. واحنا للاسف وقتنا في الفقره دي انتهى. يا دوب نلحق نشكرك، نورتنا يا شادي، نورتنا الحقيقه وافدتنا يعني افاده كبيره على كل مستويات الالعاب الاخرى. وان شاء الله بنتمنى التوفيق لكل منتخباتنا، سواء بقى يعني السله او الطايره، خلال الفتره المقبله في مختلف البطولات. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا الحواريه. كنت تاني بعد الفاصل، وزي ما انتم شفتوا معانا من دقايق يعني يمكن المشاهد دي من النمسا مباشره، والحقيقه فريق عمل النادي الاهلي تحديدا بنشوف يعني تغطيه اكثر من رائعه في معسكر النمسا. يعني كل التحيه اكيد لفريق عمل قناه الاهلي، سواء مراسلنا العزيز وزميلنا فاروق صلاح، وايضا المصور يعني محمد عويضه. شايفين الحقيقه شغل من ساعه ما وصلوا النمسا، وزي ما انتم شفتوا معانا دلوقتي وتابعتوا الشطات. وعلشان يعني نعرف تفاصيل أكتر عن المعسكر من داخل النمسا، بينضم لنا دلوقتي الزميل العزيز مراسلنا طبعا يعني فاروق صلاح. صباح الخير عليك يا فاروق. بصب عليك يا مريم، وبصب عليك يا كريم، وبصب على الأستاذ محسن لملوم، وبصب على كل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. صباح الفل عليك. وكنت لسه بقول لمريم من شوية أن في ناس كتير علقت على الشطات اللي ظهرت خلال الـ 24 ساعة اللي فاتوا للجمال اللي موجود في النمسا. ففي ناس قالت لك الله، هو الأهلي عامل معسكر في الجنة ولا إيه؟ يعني خليني اقول لك يا كريم، يعني تاكيدا على كلامك، فعلا يعني المكان اللي احنا متواجدين فيه او النمسا بالتحديد انت في الجنه بصراحه. يعني اللون الاخضر والطبيعه في كل مكان، في كل مشهد، في كل يعني حدث بنشوف الطبيعه والامور يعني اللي اكيد مفتقدينها في كثير من الاماكن. انت عارف ده طبعا ده الطابع المميز طبعا للمناطق اللي هي طبعا يعني بتبقى موجوده في الريف الاوروبي. تم اختيار هذا المكان، عايز اقول لك بعنايه، يعني اختيار موفق جدا من قبل النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي لهذا المكان. مكان بيحتوي على كل الاماكن اللي انت تقدر تحتاجها في فتره الاعداد. يعني المكان ده اصلا يا كريم ويا مريم ده مخصص اصلا يعني للسياحه العلاجيه والاستشفاء طبعا، ودي حاجات من الحاجات المهمه. يعني ايضا هذا المكان مخصص ل يعني المنتخب النمسا اللي كان عسكر هنا اكثر من مره، وبعض الفرق الاوروبيه. اجواء هنا يعني نتمنى ان شاء الله مردود هنشوفه على اللاعبين ان شاء الله هذا الموسم، واستكمالا طبعا لمسيره اللاعبين في الموسم الماضي، تستمر المسيره ان شاء الله وتكون بدايتها مع مباراه السوبر باذن الله. طيب فاروق، كلمنا اكتر عن المعسكر المران النهارده، كمان يمكن احنا اتكلمنا امبارح عن حاله المصابين، عايزين نعرف وصلوا لايه، وعن كمان الوديات اللي هتكون موجوده خلال المعسكر. يعني خليني يا مريم نبدا من الامس. الفريق طبعا كان ادى التدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. طبعا الامطار كانت بتهطل في الفتره المسائيه، ولكن اللاعبين ومستر مارسيل كولر اصر اللاعبين على استكمال المران. طبعا اجواء مزوده الحماس لدى اللاعبين، يعني البرد مع الامطار يعني زودت الحماس عند اللاعبين. دي اجواء بتبقى طبعا مميزه. طبعا استاذ محسن لملوم يتكلم في هذا الامر، تبقى مميزه شويه للاعبين، بتزود من الحماس عند اللاعبين، يعني بيبقى في قتال من اللاعبين، وبالتالي اصر اللاعبين لاستكمال التدريبات بالامس. اليوم يعني اليوم هيبدا النهارده ان اللاعبون هيتناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 10 والنصف صباحا، 10 ونص بتوقيت النمسا، 11 ونصف في القاهرة. يعني بعد دقائق هيتناول اللاعبون وجبة الإفطار، ثم هيكون وجبة الغداء في تمام الساعة 1:30، ثم التدريب الرئيسي للأهلي اليوم هيكون على في تمام الساعة 5:00، وهو تدريب واحد اليوم، ثم وجبة العشاء في تمام الساعة 8:30. يعني ده البرنامج بتاع الفريق النهاردة. لكن يعني يا مريم اتكلمت على التفاصيل الخاصة بإصابات اللاعبين، خليني أقول لك النهاردة طبعا هيتغيب عن مران النادي الأهلي اليوم كريم فؤاد وأكرم توفيق. الاثنين توجهوا صباح اليوم إلى أحد المراكز الطبية اللي بتبعد عن مقر الإقامة، يعني توجهوا بالطائرة إلى الدكتور فينك اللي كان أجرى جراحة الرباط الصليبي، ودي نقطة مهمة جدا يعني هنستفيد في الكلام فيها. طبعا أكرم توفيق وكريم فؤاد نفذوا البرنامج التأهيلي بصورة أكثر من ممتازة. وخليني أشيد طبعا على أن النادي الأهلي كان حريص أن هو كريم فؤاد وأكرم توفيق يسافروا لأحد المراكز الطبية في الدوحة، طبعا يعني لأداء البرنامج التأهيلي اللي أدوه بصورة أكثر ممتازة.
ولكن طبعا الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي حريص ان هم يطمن عليهم، يعني بيدوهم بقى خلاص الابروف الاخير والامر الاخير طبعا للنزول والمشاركه في المباريات. نفذوا البرنامج التاهيلي يعني بيتقسم لاكثر من مرحله، تجاوزوا خلاص كل المراحل، فاضل المرحله الاخيره وهي مرحله بدأ ان يبدا كريم ويبدا اكرم ان هم يشاركوا في المباراه. فبالتالي هيتم عرضهم اليوم ان شاء الله على الطبيب النمساوي الفينك اللي هيديهم خلاص يعني التصريح الاخير بالنزول والمشاركه في المباريات. ده الامر الخاص بكريم واكرم، وبالتالي هيتغيبوا عن تدريب اليوم. عمرو السوليه بينفذ البرنامج التاهيلي الخاص بيه والموضوع من قبل الجهاز الطبي للنادي الاهلي، ويعتقد بخطوات ممتازه جدا يعني زي ما اكد لنا الدكتور تامر ابو العينين، باستثناء يعني هذا باستثناء السوليه وكريم واكرم كافه اللاعبين بتشارك في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، ياسر ابراهيم، طاهر محمد، طاهر محمد، عبد المنعم، يعني بعض اللاعبين اللي كانوا اللي غابوا ليه الفتره الاخيره، ايضا خالد عبد الفتاح اللي شارك في التدريب بصوره كامله، يعني التدريب بالامس وتدريب اول يوم، خالد عبد الفتاح، امام عاشور، كافه اللاعبين، كريم نيدفيد، كافه اللاعبين، يعني الحمد لله الحمد لله، نتمنى استكمال المعسكر بدون اي اصابات. النقطه الثالثه اللي اتكلمت عليها مريم اكيد نقطه المباريات الوديه، حتى الان يعني تم الاستقرار على مباراه وحيده هتكون يوم 5/9، دي المباراه اللي يعني هتكون في ختام معسكر النادي الاهلي، وهتكون تجربه قويه جدا امام احد الفرق القويه تم الاستقرار عليها. ولكن من الممكن ومن الوارد ممكن يا مريم يكون في مباراه ثانيه طبعا خلال ال 24 ساعه طيب. القادمه هيتم تحديد هذه المباراه طبعا بالتنسيق مع النادي الاهلي، ولكن يعني زي ما نقول كده الكلام الاكيد حتى الان مباراه وحيده تم الاستقرار عليها يوم 5/9 باذن الله. فاروق انا عايز اسالك كمان عن ردود الافعال عن فكره الاستعانه برباعي النادي الاهلي شناوي، هاني، عبد المنعم، وكمان مروان عطيه في طبعا معسكر المنتخب. خليني كده اعرف منك الاصداء، يمكن كمان تحديدا ان احنا كنا بعتنا خطاب اكيد طبعا يا فاروق انت عارف لاعفاء اللعيبه الدوليين من هذا المنتخب، ولكن خلاص يعني تم الاختيار واعلان القائمه للمنتخب. خليني اعرف منك اكتر عن ردود الافعال داخل المعسكر بعد تحديد الرباعي المنضم من النادي الاهلي. يعني خليني مريم في هذه النقطة، وطبعا كريم هيشاركني في هذا الأمر والأستاذ محسن لملوم بهذا الأمر طبعا، إن فترة الإعداد دي الفترة اللي بتخلي اللاعب يقف على رجليه على مدار الموسم، وفترة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة إن النادي الأهلي هيني فترة الإعداد، عنده بطولة، عنده مباراة السوبر الإفريقي أمام الاتحاد العاصمة، وسيناريو الموسم الماضي بيتكرر أمام النادي الأهلي. النادي الأهلي كان ابتدى الموسم الماضي مشواره بمباراة الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا، ثم المباراة الثانية كانت مباراة السوبر أمام الزمالك السوبر المصري، وبالتالي أهمية فترة الإعداد في غاية الأهمية بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للاعبين، وبالتالي طبعا حالة من يعني من الانزعاج بالنسبة لمستر مارسيل كولر بالنسبة للكابتن خالد بيبو، كان يتمنى طبعا إن اللعيبة تكون موجودة مع النادي الأهلي، خاصة يا مريم أنت بتتكلم على أربع عناصر من القوام الرئيسي لتشكيل النادي الأهلي. مستر مارسيل مستر كولر ما بيحبش يقول اساسي واحتياطي، ولكن اربع لعيبه من العناصر الاساسيه للنادي الاهلي، ومن 11 لاعب اللي بيبدا طبعا بيهم التشكيل سواء كابتن محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطيه، وبالتالي هذا الامر بيتم فيه طبعا محادثات وفي امور بتدور ما بين الجهاز الفني. مستر مارسيل كولر بيعقد جلسات مع الكابتن خالد بيبو لحسم هذا الامر، وطبعا اداره النادي الاهلي طبعا بتبذل كل الامور وكل المجهود من اجل الحفاظ ان اللعيبه تكون موجوده. فتره اعداد مهمه جدا انت بتقف من خلالها على المستوى اللاعبين من الناحيه، لان في امور كتير جدا يا مريم برضو يعني احنا لازم نوضحها، الامر مش متعلق فقط بتدريبات، الامر متعلق بنواحي كتير جدا كان النادي الاهلي اشتغل عليها لكافه اللاعبين، سواء بدءا من القياسات البدنيه اللي تم اجراءها في ملعب مختار التتش، ثم ايضا الجوانب البدنيه او الجوانب الطبيه او الامور الجانب التغذيه، لان نقطه التغذيه مريم الفريق كان راجع من يعني من فتره اجازه 21 يوم، وبالتالي اللعيبه فقدت بعض العناصر، بعض المعادن، بعض الامور الخاصه في التكوين الجسماني، وبالتالي في برامج موضوعه غذائيه للعيب النادي الاهلي، يعني اعتقد اللي هيستفيد بها يعني بهذا الامر ليس النادي الاهلي فقط، ولكن ايضا المنتخب المصري، يعني لعيبه النادي الاهلي، واحنا عارفين يا مريم واعتقد يعني هذا الامر حاله الفوقان اللي بتكون عليها لعيبه النادي الاهلي والمستوى الجيد بينعكس مردودها بشكل كبير جدا على المنتخب المصري، وبالتالي البرامج
المحطوطه للعيبه، برنامج التغذيه لكل لاعب، لان لعيبه كتير جدا فقدت الكثير من المعادن او العناصر في التكوين الجسماني، وبالتالي الدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه واضع لكل لاعب برنامج مخصص للتغذيه بيتناول من خلاله بعض العناصر اللي طبعا بتبقى غير متوفره في الشرق الاوسط او في القاهره. حتى يا مريم الميه، نوعيه الميه اللي بيشربها لعيب النادي الاهلي، يعني مريم كريم انا بتكلم في تفاصيل مهمه جدا طبعا. اعتقد يعني هي ممكن تهم كتير جدا من الرياضيين، نوعيه الميه اللي بيشربها لعيب النادي الاهلي اكيد بتبقى مختلفه شويه، فيها جانب من المغنيسيوم من الـ من الـ من الكالسيوم، منها امور كتير جدا لتهيئه واعاده، بتعمل ريفريش للاعبين. فاعتقد دي امور مهمه جدا، يعني ضروره ان وجود لعيب النادي الاهلي في المعسكر هينعكس مردودهم مش على النادي الاهلي فقط ولكن على المنتخب المصري باذن الله ان شاء الله. طبعا كالعاده تغطيه اكثر من ممتازه، ده العادي بتاعك يا فاروق. وبرضو عايزين يعني قبل ما نختم معاك بقى يعني هذه التغطية، عايزين نعرف بس كده بس سريعا عشان ما نطولش اكتر من كده على ضيفنا اللي منورنا النهاردة، المنتجع نفسه اللي قاعدة فيه بعثة الفريق عامل ازاي وتفاصيله ايه؟ خليني اقول لك يا كريم ان المنتجع هو قطعه من اجمل القطع في اوروبا، يعني المكان ده بيبعد عن فيينا بساعه ونصف، بيحتوي على 5 ملاعب 4 ملاعب للنجيل الطبيعي وملعب للنجيل الصناعي، بيحتوي على اكثر من 30 حمام سباحه و20 مغطس، بيحتوي على غرف للسونا بالثلج ودي مش موجوده غير في مكانين في اوروبا، هذا المكان هو احد هذه الاماكن، بيحتوي على غرف الاستشفاء الخاصه باللاعبين، ايضا بيحتوي على ملاعب ترفيهيه سواء للتنس او للطايره، بتتكلم على امور خاصه بالنواحي البدنيه بيحتاجها مخطط الاحمال، الاجهزه الطبيه اللي موجوده هنا سواء في الجيم او في يعني في الوحدات اللي بيحتاجها الجهاز الطبي للنادي الاهلي غير متوفره في اي مكان، مكان تم اختياره بعنايه زي ما قلت لك ان المكان ده المخصص دايما لمنتخب النمسا، ونظرا ان مستر مارسيل كولر كان تولى القياده الفنيه لمنتخب النمسا ده اللي سهل الامور بالنسبه انهم يوافقوا، لان كتير جدا مش يعني عايز اقول لك يا كريم مش اي فريق يقدر يجي المكان ده او ياخد موافقه ان هو يقيم في هذا المنتجع، ولكن امر طبعا بيحسب للنادي الاهلي، نتمنى مردود ان شاء الله يا كريم يكون على فريق النادي الاهلي هذا الموسم. عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا يا كريم، درجات الحراره، يعني هنا درجه الحراره ممكن دلوقتي انت بتتكلم في درجه حراره 20 او 21 درجه مئويه، يعني مع التدريب المسائي للنادي الاهلي بتكون درجه الحراره وصلت ل 13 14، اعتقد يعني الشمس ممكن بتظهر لبعض الفترات ولكن اللعيبه بتتاقلم مع هذا الجو، لان الجو انت هتتعود ان انت تلعب فيه مع كثير من الفرق خاصه في المعترك القادم هذا الموسم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. وبشكرك مره ثانيه على هذه التغطيه المتميزه، واحنا يعني كلنا متفائلين الحقيقه بهذا المعسكر. شكرا، كل الشكر الجزيل لزميلنا العزيز فاروق صلاح من النمسا، ومعلش متاخرين شويه في الترحيب بضيفنا اللي منورنا في الفقره دي استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي اللي دايما بنسعد بوجوده معانا في البرنامج، واللي بالمناسبه اكيد هنفتح معاه ملفات كتير وتعالى نستهلها باللي احنا كنا بنتكلم فيه ورؤيتك طبعا طبقا للتغطيه اللي سمعتها معانا من زميلنا العزيز فاروق صلاح. اهلا بحضراتكم اولا، طبعا شيء رائع ان الاهلي اصلا يعمل معسكر خارجي، يعني كلمه معسكر خارجي النادي الاهلي ما سمعناهاش من سنين، يمكن من 5 6 سنين، ده عشان مزبوط. بس الناس ايه بدات تنسى، حتى لا ننسى يعني الاهلي اصلا عمل معسكر خارجي، ده انجاز واعجاز، يمكن بدات السنه اللي فاتت لما الاهلي خد فتره راحه ما بين الموسمين لما طبعا مجلس الاداره خد قرار انه يريح اللاعيبه في اخر 7 اسابيع تقريبا في الدوري، فخدوا راحه، لكن السنه دي عملوا كمان معسكر خارجي، ده شيء رائع جدا، ده بيبقى حافز يعني بيعمل عمليه ريفريش زي ما قال احسن اختياره كمان مش معسكر وسلام بالظبط كده، ده صحيح كمان، يعني حسن اختيار رائع للمكان المنتجع الجميل اللي هم فيه دلوقتي، ده بيعمل ريفريش للاعيبه بعد طبعا موسم شاق جدا ومضغوط جدا وحققوا فيه الخماسيه التاريخيه اللي كلنا عارفينها، فاعتقد ان هو قبل موسم جديد شاق قبل موسم برضه شاق برضه، بس ده قدر النادي الاهلي كل المواسم شاقه، يعني عشان كده ان هو يفصل بالمنتجع ده ويبقى فيه اصلا معسكر خارجي، دي حاجه ما سمعناش عنها من زمان، فشيء رائع النادي الاهلي يعني استغل فرصة جيدا وما اكتفاش ان هو مثلا يعمل معسكر في القاهره او تدريبات في التتش او في ملاعب القاهره، يعني لا كمان سافر بره وفي اوروبا كمان، عشان دي بترجعك لزمان لما كان الاهلي كان بيعملها ايام مانويل جوزيه في بدايه الالفيه الجديده، لما كان على طول بيطلع بين المواسم ايام ما كان في برهه يعني او في اجازات سلبيه او في اجازات صيفيه، دلوقتي طبعا ما عادش الكلام ده موجود بسبب ضغط المباريات، لكن حسن فعل النادي الاهلي ان هو عمل معسكر ده اكيد هيبقى مردوده رائع في الفتره اللي جايه.
طيب خليني اتكلم معاك يا استاذ محسن عن نفس الجزئيه اللي كنت بتكلم فيها مع فاروق، وهو يمكن اكد لنا ان في انزعاج في صفوف طبعا الجهاز الاداري والفني بسبب ضم 4 لعيبه من النادي الاهلي للمنتخب. يعني احنا خلاص ضمننا التاهل، عندنا اثيوبيا مباراه تحصيل حاصل، وديه تونس ايضا يعني هي وديه مش هتعمل حاجه، خلاص ضمننا التاهل. ايه فكره ان احنا نستعين باربعه من الدوليين على الرغم من خطاب النادي الاهلي ليه طبعا يعني اتحاد الكوره وكمان المنتخب المصري، فكره التصميم او فكره اختيار المدير الفني لاربعه من لاعبي النادي الاهلي؟ طب خلينا نتفق بكل امانه بس عشان يعني جمهور النادي الاهلي جمهور ذكي، مش هيقدر يعني مش هينفع نضحك عليه بالكلام ده. حق المنتخب بشكل رسمي ما فيهوش اي حاجه ان هو يضم اربعه يضم خمسه يضم 10، دي امور مفروغ منها. نرجع في طبعا بعيد عن حته ان النادي الاهلي عفوا منتخب مصر تاهل رسمي او ما تاهلش، دي حاجه يمكن هو الجهاز الفني ممكن يكون بيحافظ على القوام الرئيسي للفريق، بيجرب لعيبه معينه، بيجرب خطه، حتى ان كانت في ماتش شبه ودي في سياب رسمي اللي هي ماتش اثيوبيا، ثم مباراة ودية اللي هي ماتش تونس، عشان بعد كده عنده الأهم والمهم والكلام ده كله. أكيد غير معني باختصاص الأندية، بتكلم على المدير الفني المنتخب، ولكن الأمور دي بتتحل بشكل ودي. يمكن كان النادي الأهلي قبل كده عانى منها تحديدا وما اتكلمش بالمناسبة، اللي هو لما منتخب مصر كان بيلعب في واحنا كأس العالم للأندية 2022 بالظبط، كان ده بيلعب النهائي يوم الأحد، والأهلي أصلا لعب قبلها بيوم في الإمارات كأس العالم للأندية وما اتكلمش، لأن طبعا خلاص هو في مهمة، مش عايز أقول بقى وطنية والكلام المكالكة ده، لا هي مهمه خلاص، هم مع المنتخب فخلاص هو وصل للنهائي. لو كان لا قدر ما كانش وصل كان ينضم للاهلي، لكن الامور دي حصلت. فالنهارده هتيجي انا في وجهه نظر انها تتحل بشكل ودي، وما ينفعش تتحل الا بشكل ودي. الاهلي خاطب اتحاد الكره يعني بخطاب، طبعا متعودين النادي الاهلي بيبقى خطاباته كلها جيده وبشكل رائع وما فيهوش بامانه وما فيهوش غلطه، فدي هتتحل بشكل رسمي اعتقد. الامور في الفتره اللي جايه هيبقى ممكن يشاركوا الى حد ما في مباراه اثيوبيا ولا يشاركوا في مباراه تونس الوديه. الموسم الجاي كنا لسه بنقول من شويه ان دلوقتي النادي الاهلي في النمسا، يعني بعد موسم قوي جدا وقبل بدايه موسم قوي جدا هو كمان، هل في رايك سواء محليا او قاريا الاهلي ايه العوائق اللي قدامه في الموسم الجديد؟ ايه اللي ممكن ياخر او يعني يعطله عن ان هو يحقق نفس الانجاز الاستثنائي اللي حققه في الموسم اللي فات؟ هقول لحضرتك الامور تختلف تماما السنه اللي فاتت من السنه دي. ازاي؟ السنه اللي فاتت دخل الموسم وهو ما خدش البطولة السنة اللي قبليها، كان صح. خسر الدوري، كان خسر الكاس اللي كان قبليه، يعني أيوة موضوع الكاسات اللي دخلت في بعضيها مفتوحين على بعض بقى بالظبط كده، وكان خسر نهائي افريقيا، فنقدر نقول خرج من الموسم صفري يعني السنة اللي فاتت، وعشان كده الاهلي كمان ريح بقى بقية اللعيبة بقية الموسم، وداخل بقى عنده حافز كبير جدا لاستعادة هذا العرش. النادي الاهلي مش نادي صغير ده، عشان كده كان التصميم رائع جدا وخد كل البطولات اللي شارك فيها. يمكن البطوله الوحيده اللي ما خدهاش الاهلي كان بطوله كاس عالم الانديه، وعذر مقبول طبعا لانه واجه ريال مدريد. فالسنه دي بقى العكس، مش عايز اقول بقى لعيبه الاهلي، لان لعيبه الاهلي ما بقى عندهاش حته التشبع دي، مش خدنا كل حاجه فنريح، لا دي مش طبيعه النادي الاهلي، بيبقى فيه دايما تجديد للحافز. السنه دي العمليه عشان كده المعسكر ده مهم جدا، ان هو بياخد اللعيبه من خلاص انتوا تشبعتوا بقى وابطال الموسم دوري وكاس وسوبر وسوبر ودور ابطال افريقيا ورايحين كاس عالم الانديه للمره الرابعه على التوالي، والسنه الجايه الخامسه على التوالي تاكدت، وعندكم سوبر كمان شويه وبعدها يعني قصص كتيره. عشان كده ده مهم جدا السنه دي تجديد الحافز، تجديد الحافز عند النادي الاهلي، ان هو يا جماعه انتوا ابداوا برضو بموسم ان انتم، وده اكيد موجود لان ده مش النادي الاهلي مثلا مش طفر ان هو راح خد الحاجات دي وبعد كده يريح بقى، لا 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 ده النادي الاهلي نادي كبير اساسه انه ياخد بطولات، والعكس هو اللي العكس هو اللي ما بيحصلش ان هو ما بياخدش. فالسنه دي يمكن ده كويس عشان ما يحصلش حاله تشبع لدى اللعيبه. يمكن اخطر حاجه ان يحصل عند النادي الاهلي كانت حصلت افتكر كان نفس السيناريو ده ايام مانويل جوزيه، لما الاهلي اربع سنين ورا بعض نهائي افريقيا خد منهم ثلاثه، خد الاولى والثانيه وخسر الثالثه وخد الرابعه، بعد كده بعدها على طول حصل حاله من التراخي شديده جدا من اللعيبه، وكان جيل عظيم ابو تريكه بقى وبركات والجمعه وفلافيو وجيلبرتو والمجموعه العظيمه دي، ومع ذلك حصل لهم حاله من الاسترخاء فخرجوا حتى من دوري ابطال افريقيا يمكن من سانتوس الانجولي وقتها في بطوله 2009. السنه دي لا ده مش هيحصل ان شاء الله، لان كولر مدرب ذكي جدا، يعني عايز طبعا عايز ينجح فعايز يحقق تاني لنفس الانجازات. طب. هي اصعب لان طبعا الناس خلاص عملت لك حساب، يعني طبعا اكيد بيعملوا حساب النادي الاهلي، بس كمان ان انت الناس كلها برضه عايزه تكسب اي حاجه، يعني انت خدت كل حاجه وده حق مشروع بالظبط افريقيا ومحليا، وعشان كده مباراه السوبر الجايه خطر جدا على النادي الاهلي. انت بتواجه فريق انت العملاق وتواجه فريق ما عندوش حاجه يخسرها، هو لو خسر قدامك ما لا يلام، لكن
لكن انت الضغط عليك، انت الضغط على الاهلي، عشان كده كان يبقى مهم بالمناسبه زي ما قالت الاستاذه مريم ان هو يبقى المجموعه موجوده، وان شاء الله هتبقى موجوده زي ما تحرك بشكل ودي، لان دي امور طبعا مش هينفع فيها الرسميات قوي يعني. طيب استاذ محسن، احنا لو هنتكلم عن جزئيه مهمه جدا وهي التسهيلات المفروض يقدمها اي اتحاد لنادي زي النادي الاهلي بيخوض عدد كبير جدا من المباريات من البطولات عندنا خلاص، يعني يمكن كمان الموسم الجديد عندنا عدد مباريات اكتر من الموسم الماضي، ويمكن اكتر فريق في الوطن العربي بيشارك في عدد مباريات وبطولات، وخلاص بعد كمان ارتباط اسم النادي الاهلي رسميا في البطوله الافريقيه الجديده. ايه اللي اي اتحاد المفروض يقدمه من تسهيلات؟ الاتحاد المصري لكره القدم يقدم ايه التسهيلات؟ لسه كنا بنتكلم امبارح انا وكريم، يمكن لسه لم يتم تحديد حتى مواعيد المباريات ولا البطولات حتى هذه اللحظه، وكنا بنتكلم على النقيض بقى كل يعني حتى البريمير ليج بيحط اجنده قبل حتى ما يبدا الموسم الجديد بقى. طبعا مفيش مقارنه، اكيد مفيش مقارنه، بس نتكلم حتى على الاقل نعرف رينج للمواعيد للمباريات علشان الجهاز الفني والاداري الجهاز الفني تحديدا يقدر يحط يعني خريطه للي جاي للموسم الجديد. والله شوف، هو النادي الاهلي في الحته دي بيحرجهم دايما يبعت لهم خطابات اللي هو طب فين، طب عرفني، هو بيحرجهم، بس هم يمكن معذورين شويه، اتحاد الكره معذور سنه في الحته دي بالتمس العذر لسبب بسيط. احنا في قاره افريقيا، قاره افريقيا النهارده حتى هذه اللحظه الكاف ما ادالكش مواعيد، يعني لسه اول امبارح ادالك مش عارف البطوله هتبدا يوم مش عارف 20 في، طب مين هيقابل مين، طب مين، هو ما بيديش برضه يعني الكاف ما اداش يعني لسه لحد اول امبارح، يعني لو اللقاء ده عملناه من يومين ما عندكش اي اجنده خالص، يعني لا حدد لك مواعيد ولا قال لك البطوله هتبدا امتى. طب وده كمان حاصل ليه؟ ليه ده شكل العلاقه عشان بقى فتره طويله بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري؟ لا هو الاتحاد الافريقي كده، هي قاره افريقيا يعني قاره مبتلاه بكده، يعني احنا مش اوروبا، يعني حتى التنقلات حتى تلاقيها في اوروبا ساعه ونص تروح من مدريد لروما مش عارف ايه وبالقطر والدنيا سهله، لكن هنا 12 ساعه سفر لحد مش عارف فين جنوب القاره، واذا ما رحتش طياره خاصه يعني قصه كده لها علاقه بالقاره نفسها، يعني القاره نفسها مأساة، يعني احنا ايه، عشان كده تلاقي لما الاهلي مثلا بيلاعب او الزمالك يلعبوا مثلا شمال افريقيا الدنيا سهله، الحمد لله رايح تونس، رايح المغرب، رايح الجزائر، يعني ليبيا، يعني على قريب منك حتى بتعرف تاخد، لكن تنزل بقى تحت لازم طياره خاصه ومش عارف 10 ساعات سفر وتلف مش عارف الحاجات اللي احنا عارفينها. بس احنا بنتكلم على صعيد حتى المكاتبات والمخاطبات، ده ايميلات رايحه وجايه، دوس الزرار، انا عشان كده بقول لحضرتك مش محتاجين يسافروا ل 12 ساعه. انا بقول لحضرتك انا بلتمس العذر لاتحاد الكره السابق، لان الكاف الاتحاد الافريقي مش مديله مواعيد، يعني يا دوب لسه اول امبارح لسه حدد، بس اللي هو موضوع القرعه هتبقى يوم السبت الجاي ومش عارف، واول ماتش هتبقى يوم 20 في تنزانيا دار السلام، وان شاء الله النهائي احتمال يكون من مش عارف ايه لحد اللي هو ايه، برضه اللي هو ايه، النادي الاهلي عشان نادي منظم ومخطط بيبعت لهم انا عايز اديني الاجنده عشان اعرف امشي عليها، عشان اعرف من كذا لكذا، النادي الاهلي صح، لكن مش اتحاد الكره هو اللي خطا بقدر ما الكاف نفسه خطا، يعني هو الكاف مش بيدي لك مواعيد، يعني الكاف على طول عنده تخبطات وما فيش اجابه، يعني تبعت له تقول له ما بيردش عليك، ما خلاص ما بيردش، هو بيطنشك، اسهل حاجه عنده بيطنشك خلاص وبيعمل له عادي. في العلاقه بين الاتحادات الرياضيه يعني وده اسمه كلام. للاسف فقره افريقيا موجود، وده من زمان على فكره، اي ان كانت الاداره اللي موجوده، يعني تلاقي مثلا اتذكر حاجه غريبه جدا سنه مثلا 2018 كان الاهلي لما صعد في النهائي واللي خسروا قدام الترجي التونسي، المباراه قبل النهائي اللي قبل النهائي كان الترجي كان بيلعب اول اغسطس الانجولي وحصل فيه شويه مشاكل ومشاغب وبتاع، القرار ده طلع بعد النهائي بشهرين، في حين ان الاهلي كان بيلعب مباراه الذهاب هنا وكان حصل موضوع ازارو، خدوا القرار بعد بثلاث ايام على حسب الاهواء، يعني خلاص اخد القرار، فراح واخد القرار اللي هو منع ازارو نلعب مباراه العوده بعد ثلاث ايام، في حين المباراه اللي قبليها خد القرار بعد شهرين من انتهاء البطوله. انت لسه فاكرين يا جماعه تدوا عقوبه؟ يعني انتوا لسه فاكرين؟ طب ما هو الفريق عدى من البطوله وخدها، كان ممكن الحاجات دي يتجازى بيها، فريق يتحرم من جمهوره مثلا، في عقاب لاعب يغيب، الله اعلم يعني ايا أيوة كان طبعا. هو يعني هي للاسف القاره، مشكله القاره نفسها، الاتحاد الافريقي عندنا يعني مش عايز اقول كلام كبير قوي هنتحاسب عليه، بس هو اتحاد يعني عشوائي جدا 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 جدا، اسوأ اتحاد قاري على مستوى العالم، لا موجود في امريكا الجنوبيه ولا في اوروبا ولا حتى في اسيا اللي جنبينا، لا هو ضايع تمام في القصه دي، اي حاجه اللي جنبينا عاملين شغل نار، اخطاء متكرره طول الوقت. بالظبط، ارجع لسؤال حضرتك اللي هو الاتحاد يسهل ايه او يعمل تسهيلات، الاهلي مش عايز تسهيلات، الاهلي عايز نظام، يعني انا عايز نظام، ما تقعدش تضغطني، تقعد تاجل لي مثلا ماتش بمزاجك برضو، خلاص احنا ناجل ماتش، بعدين تيجي تضغطني في 10 ايام ولا 11 يوم تلعب لي ثلاث ماتشات ضغط 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 واسافر من هنا لهنا واسوان زي القاهره، لا الكلام ده ما ينفعش. من حسن حظ النادي الاهلي في الجزئيه دي ان الكاف
يعني الحمد لله انه عمل كده انه منع اللعيبه المشاركه الفرق المشاركه في دوري السوبر الافريقي اللي هو البطوله الجديده ان هم يشاركوا محليا يعني يلعبوا طوال الفتره دي. فخلاص ده قرار بقى كاف مش هتقدر انت تتكلم فيه. فانا هلعب بطوله السوبر طول ما النادي الاهلي ان شاء الله مشارك فيها باذن الله يصل للنهائي الفتره من 20 اكتوبر لحد يمكن 10 نوفمبر ال 20 يوم دول. هو طالما بيلعب فيها خلاص هو ما مش مطالب اضغط بقى اعمل اجل مش بتاع ده قرار الكاف حسن فعل كده. لكن ده ما عملوش مثلا في دور الابطال الاهلي اللي مشارك فيه. فبالتالي اتحاد الكره يمشي معاك بنظام ان هو لما تلعب مباراه في الـ على الارض بتاعك يبقى بعدها بثلاث ماتشات ثلاث ايام تلعب ماتش محلي في الدوري. او لو هتلعب بره هي دي بقى المشكله بتلعب بره بيقول لك اربع ايام. طب ما هو بره ده سوالك ليبيا بجنوب افريقيا يعني انت لو هتلعب في ليبيا مثلا يعني بعد اربع ايام. طب هتلعب في جنوب افريقيا برده بعد اربع ايام. فهي دي المشكله. اتحاد الكوره اراه للامانه رغم طبعا اخطائه برده كتيره اراه ان هو في الحته دي معذور لان الكاف مش مديله اريحيه. يعني هو الاهلي بيخاطب اللي بيخاطبه اللي هو الاتحاد الاهلي بتاعه اللي هو اتحاد الكوره اديني المواعيد. طب ما هو الثاني ما ردش عليه بمواعيد اصلا فهو هيرد يقول ايه. فهي برده ماساه يعني بلتمس فيها بعض العذر اتحاد الكوره لان الكاف مش مريح الدنيا يعني. بس طيب شكل الفريق يا استاذ محسن بعد انضمام الصفقات الجديده رضا سليم امام عاشور عوده المعارين مره اخرى ندفد صلاح محسن شايف ازاي التوليفه دي شايف ازاي كولر هيعمل ده طبعا في ظل اكيد السؤال عن راس حربه ويعني عن مهاجم شايف ازاي شكل الفريق وازاي ممكن كولر ان هو يستفيد من الصفقات دي وعوده المعارين مره اخرى في الموسم الجديد. كنت بقول لحضراتكم من شويه ان نادي الاهلي بيبقى عنده تجديد الحافز عوده المعارين واللعيبه الجدد هم اساس الحافز لانه دول بقى اللي ايه جايين جداد في الاهلي حتى لو خدوا بطولات مع انديتهم زي مثلا رضا سليم كده او امام لما كان في الزمالك برضه يهمه ياخد بطوله بفنانه النادي الاهلي نادي كبير وبعدين مجبولين على مباراه ببطوله اللي هي السوبر الافريقي. فده دول تحديدا اللي بيجددوا الحافز. المعسكر مهم في الجزئيه دي واعتقد طبعا كولر مدرب اثق فيه تماما ان هو بيقدر يعمل الانسجام لسه كنا بنتكلم ده في بدايه الحلقه الحقيقه يعمل الانسجام ده بحيث ان هم دول هيكون المعول الاساسي عليهم لان ايه مش طبعا هو مش ده طبيعي النادي الاهلي لو خسر بطوله ده بيبقى طبيعي عنده. لكن بص تلاقي رصيده يسمح اللاعب رصيده يسمح لانه واخد كتير لكن الجداد لسه ما عملش حاجه فما فيش رصيد اصلا. فعشان كده الحافز موجود اكتر عند اللعيبه الجداد. وحسن انفعال طبعا النادي الاهلي طبعا لا خلاف على قيمه امام عاشور الفنيه مهم جدا. لاعب زي رضا سليم مهاجم وهداف الدوري المغربي افضل لاعب حتى كنت بتابع اخر ماتشات مع الجيش الملكي هو اللي حاسم لهم البطوله اصلا صحيح. يعني البطوله جابها رضا سليم للنادي الجيش الملكي بعد البلس 90 الدقيقه 92 كانت رايحه للوداد كان بيلعب مش متذكر الفتح الرياضي تقريبا وبعدين هو كان بيلعب تحت طنجه كسب في الدقيقه 92 عمل شكل دراماتيكي غريب جدا حتى لو كان بضربه جزاء على فكره بس لاعب يشوط ضربه جزاء يجيب بها بطوله والجيش الملكي مش حامل اللقب ده خد بطوله تقريبا من 8 سنين او حاجه زي كده يجيب بها بطوله في توقيت زي كده ده لاعب اعصابه من حديد يستحق يكون موجود احنا ان شاء الله مستنيين منه كتير ومستنيين من امام عاشور كتير وكل المنضمين حديثا للسكواد الاهلاوي وبنشكرك على وجودك معانا النهارده شكرا جزيلا. معلش كان في جزء كده استقطع من لقائنا بس برضه كانت مهمه عشان نعرف ايه اللي بيحصل في النمسا. نورت الدنيا كلها نورتنا وشرفتنا نورتنا وشرفتنا كده. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه وان شاء الله نلتقي على خير يوم الاحد الجاي باذن الله. صباح الفل عليكم.